بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد طبعا في قصه جديده من قصص ملوك الصالات. امبارح احتفلنا مع فريق الطايره للسيدات بالبطوله العربيه 19 اللي توج بيها امبارح بعد المباراه الختاميه، وقعدنا معاكم يمكن لغايه وقت متاخر في احتفاليه كبيره ومهرجان كبير. امبارح الحمد لله توجنا بكل جداره ابطال العرب للسيدات للكره الطائره، اللي اكيد هيكونوا ضيوفنا ابتداء من الساعه 9:30 النهارده ان شاء الله. هنحتفل معاهم ونقرب منهم اكتر ونشوف الانجاز ده بيجي ازاي، ونشوف المجهود اللي بذل عشان يحصلوا على بطوله زي دي. مش البطوله دي بس، بطولات كتيره سابقه وان شاء الله بطولات لاحقه. النهارده قصه جديده من قصص ملوك الصالات بس في كره السله. السيدات كره السله الفتره اللي فاتت شهدت طفره، شافت دعم كبير، شافت شغل كابتن ايهاب الالف المدير الفني للفريق الاول للسيدات. السنه اللي فاتت حصل على بطوله المرتبط وبطوله كاس مصر. السنه دي بادئ المرتبط بشكل كويس. النهارده مباراه سبورتنج هنذاعها لحضراتكم الساعه 6 ان شاء الله. المباراه بشكل كبير بطوله الدوري المرتبط تم حسمها، ولكن هو ده المرتبط، يعني الفريق النتائج الدرجه الاولى مع نتائج المرتبط بتجمع مع بعض، ده بطوله المرتبط. ولكن يمكن من السنين القليله اللي فريق الدرجه الاولى حقق نتائج كبيره جدا، ما كانش معتمد على المرتبط او الفريق الناشئات، هو بنفسه لو نتائجه لوحدها برضه خلته الاول. ولكن بضم الاثنين النادي الاهلي فرق 7 بونت، الحقيقه انجاز كبير برضه، محتاجين نحط الضوء عليها. وهتكون ان شاء الله تاني بطوله في يومين في عهد المجلس الجديد طبعا بعد انتهاء الانتخابات من حوالي 3 اسابيع او قرابه ال3 اسابيع، دي تاني بطوله ان شاء الله هتخش دولاب البطولات. قبل ما نروح نتناول المباراه بالتحليل الفني زي ما عودنا حضراتكم، احب ارحب بضيوفي وضيوفكم طبعا في الاستوديو، نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني للولاد والسيدات، ويعني واحد يعني ابناء النادي الاهلي، الكابتن سيد صابر. اهلا يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، اهلا بيك. انت ربنا يخليك، ربنا يخليك، منور استوديو ملوك الصالات. منور بيك يا حبيبي، ربنا يخليك. ومعانا ومعاكم طبعا احد ايضا ابناء النادي الاهلي ونجومهم في فتره من الفترات كبيره في كره السله، معايا ومعاكم الدكتور اسامه النمر. دكتور اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك، منور الاستوديو ومنورنا. ربنا يخليك، شكرا ليك. طيب احنا النهارده المباراه مع سبورتنج دايما بيبقى الطرف الثاني في المنافسه السيدات سبورتنج، والحقيقه دي حاجه تحسب لهم ان عندهم يعني فرقه كويسه. كان عندهم بعض التغيير حصل هذا الموسم في تغيير جهاز فني، بس هم كلاعبات جاهزين. خليني يعني اتوجه بالسؤال الاول لكابتن سيد. كوتش، اكيد حضرتك تابعت المباريات، برضه حضرتك مش بعيد عن الدوري، كلنا كأسر كره السله بنتابع. شايف لقاء النهارده ازاي؟ سبورتنج عاملين ايه؟ الاهلي عاملين ايه؟ يعني كلمنا فنيا عن اللقاء. بص يا كابتن هيثم، الاهلي وسبورتنج ده الكلاسيكو بتاع كره السله المصريه للسيدات. صحيح. مهما يكون مستوى الاهلي، مهما يكون مستوى سبورتنج، المباراه لا تخضع لاي مقياس. الاهلي ما شاء الله السنه دي ماشي بصوره جيده جدا، لعبنا 17 مباراه ما خسرناش ولا مباراه. الفرقه ما شاء الله فيها عدد كبير جدا من اللاعبات، فيها في كل مركز ليه التغيير الكفء واحسن من اللي بتلعب. رجعت لنا 2 من اقوى البنات اللي كانوا موجودين في مصر، كانوا لعبوا فتره طويله قوي في امريكا، هالة مصطفى وريم هشام موسى، برضو لعبوا فتره طويله قوي في امريكا، والسنه اللي فاتت كانت محترفه في بطوله في فرقه في التشيك، وكانت اول لعيبه مصريه تحصل على بطوله على المستوى الاوروبي في كلاعيبه مصريه. وهي موجوده دلوقتي، موجوده معانا، فجت معانا بدري، هي السنه اللي فاتت جت لنا في الاخر بالظبط. فما شاء الله الفرقه السنه دي عامله عرض جيد جدا. بالنسبه لفرقه سبورتنج، حصل تغيير في الجهاز، كابتن شريف عزمي ساب الفريق وراح اليوبليس، ومسك الكابتن عمرو عاشور، وده برضه من المدربين الاكفاء جدا جدا طبعا. عمرو يعني تاريخ، واجهوا بعض الصعوبات عمرو في البدايه، ان في احسن سنتر في مصر سابته ومشيت على امريكا، رنيم الجداوي. طبعا دي انا بعتبرها بقى لها سنتين 60% من فرقه سبورتنج، راحت جامعه، راحت جامعه في امريكا. والاحلال في سبورتنج ما كانش بصوره جيده السنتين ثلاثه اللي فاتوا، فحصل دروب بسنه، بس برضو الماتش لا يخضع لاي مقاييس، هيبقى ماتش هايل. صحيح. ان شاء الله. طب اخر لقاء يمكن اكيد اتقابلوا سبورتنج والاهلي يا كابتن، كان الاخبار ايه؟ الاخر لقاء اللي كان الاسبوع اللي فات في اسكندريه، الدوره المجمعه الاولى، وكان ماتش هايل هايل. انا عايز اقول لك ان الماتش سبورتنج يطلع 10 بونت الاهلي يجيبه، الاهلي يطلع 5 بونت الاهلي يجيبه، لدرجه انه كان فاضل 3 دقايق على نهايه المباراه وسبورتنج متقدمه ب8 نقاط. هاله مصطفى عملت
اداء رائع وعملت كومباك رائع عملت نقله كبيره جدا للفرقه، حولت الخساره من 8 بونت لمكسب 7 بونت في 3 دقائق، فكان ماتش كويس ان شاء الله يبقى النهارده ان شاء الله، مع انه يعني البطوله محسومه لكن هنتفرج على ماتش باسكت حلو اكيد يا رب. دكتور يعني حضرتك شايف ازاي المباراه النهارده برضو ليك تعليق عليها فنيا على الفرقتين قبل ما نخش بقى يعني بعمق اكتر في الناحيه الفنيه رؤيه عامه للقاء؟ هي ما شاء الله فرقه الاهلي زي ما قال الكابتن سيد، فرقه الاهلي السنه دي بتؤدي اداء كويس قوي، يمكن الحمد لله رب العالمين، ودي اللي بيفرقنا عن كل الفرق الثانيه. احنا بنمتلك عناصر الشباب وبعض الخبرات، يعني الحمد لله ان متوسط السن كله صغير، ويمكن الخبرات بتتمثل في هالة وريم ودول يعني اكتر بنات لعبوا على المستوى الاوروبي او المستوى العالمي، وبقيه البنات كلهم سنهم صغير، فدي بتديك ادفانتج جامد جدا. السرعات واللياقه كله قريب من بعض، بتدي للمدرب الفرصه ان هو يحرك ويشكل زي ما هو عايز. صحيح. ويمكن انا لاحظت في كام مباراه يمكن اسلوب يعني لعب الاهلي كله بيعتمد على الدفاع الضاغط من اول الملعب، ده اذا ما كانش في عنده عناصر صغيره وقويه بدنيا وفي نفس الوقت تقدر مش هيقدر يكمل مش هيقدر يكمل، فهي حته السن الصغير دي عامله لنا ادفانتج كويس قوي 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 قوي. يمكن والحمد لله رب العالمين ده تواصل اجيال، يعني 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 في كم كبير من الاولاد الصغيرين اللي طالعين من نتاج قطاع الناشئين، يمكن بس هي اللي منضمه حديثا ريم، يمكن ما كانتش من القطاع من عندنا، ريم موسى بس كانت محترفه في الخارج، لكن حتى هاله احترفت في التشيك حتى هاله مصطفى زي نادين سرعاوي، زي نادين سرعاوي ما شاء الله عليها، كانت عنصر اساسي في النادي الاهلي منتخب مصر وسافرت للدراسه ورجعت، فحته صغر السن دي عامله ميزه هايله 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 بالنسبه للنادي الاهلي عن بقيه الفرق، بالاضافه زي سبورتنج يعني عنده اعمار سنيه كبيره ولا لا؟ مش زي الاهلي، مش زي الاهلي، متوسط الاعمار في الاهلي اقل كتير من سبورتنج. والنقطه الثانيه برضو مهمه اللي نوه عليها كابتن سيد، احنا عندنا في المركز الواحد بديله واثنين وثلاثه وفره في اللاعبين، ويمكن اكتر حاجه انت عارف السله بتتميز العمالقه يعني. صحيح. فاحنا عندنا احسن سناتر في مصر. صحيح. يعني ما شاء الله عندنا بدل واحد ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، مش عايزين ما شاء الله ان شاء الله. احنا بنمتلك عندنا هالة. بنمتلك الحته دي بقوه عن كل الفرق اللي بنقابلها، فبالتالي انت مميز في ديفنس وفي اوفنس. صحيح. طب الناحيه البدنيه فرقتين اني احسن يا كابتن بامانه، خاصه ان حضرتك دي بتاعتك ملعبك. لا طبعا هو من واقع النتائج ومن واقع الرؤيه ولما تيجي تحلل كل ده، لا طبعا الاهلي فارق، لان بقول لحضرتك السن الصغير فارق كتير جدا. حته العنصر السن برضه مع احترامي لفرقه سبورتنج فرقه كويسه كلها، بس متوسط الاعمار بتاعتها مش زي الصغيرين، فبدنيا احنا افضل، بس مش معنى بدنيا ان احنا افضل ان احنا في الكمال. صحيح. لا يعني يعني ممكن يكون في أكيد في لكن بالمقارنه لبقيه الفرق احنا بدنيا ما شاء الله اعلى. صحيح. كتير من كل الفرق. صحيح. وكابتن سيد انا سمعت ان برضو في يعني اصابات فريق النادي الاهلي، في بعض الاصابات ممكن تكون يعني النهارده بعض النجوم هتغيب عن لقاء، عند حضرتك فكره؟ بس قبل ما اتكلم في الاصابات برضو بمناسبه اللعيبه اللي بتروح امريكا وجت من امريكا، في بنتنا بنت صغيره تحت 18 سنه حبيبه حاتم سافرت النهارده امريكا تلتحق احد المدارس الثانويه او الجامعات في امريكا. النهارده مش هتبقى في التشكيله، كانت بتلعب حبيبه حاتم. كانت المفروض بتلعب بس انا عرفت النهارده ان مش في التشكيل وسافرت. بالنسبه للاصابات احنا عندنا نجمه الفريق سهيله هشام، طبعا سهيله من الجناحات الهايلين، بتتميز بالتصويبات الثلاثيه وبتتميز بالسرعه في الدخول. عندها اصابه في الدوره المجمعه الاولى، جالها جزء خفيف كده في الرباط بتاع الركبه، عملت اشعه كابتن وكده يعني الحمد لله، بس يعني انا سمعت ان يعني هي بس مش تلعب الفتره دي، بس ان شاء الله قريب جدا ترجع تاني، ممكن جزء في اربطتها او حاجه. ومن ناحيه زكريا برضو اتصابت من حوالي اسبوعين ثلاثه كده اهوت، وعندها حاجه في الغضروف كده، بس ان شاء الله مش تعمل عمليه يعني. كنت بتكلم مع اللواء يحيى وقال لي ان شاء الله ترجع بالعلاج الطبيعي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. من يحيى زكريا وسهيلة دول النهارده خارج التشكيل. خارج التشكيل. وفي عندنا صابتين كمان، عندنا تقى دي لعيبه لسه طالعه من 18، عندها حاجه في بتلعب بوينت وبتلعب اثنين بس هتبقى موجوده. وعرفنا ان برضو ريم موسى عندها مشكله في الانكل بس ممكن تلعب ان شاء الله، هتلعب النهارده ان شاء الله. بس ريم جالها نفس الاصابه دي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت برضو اصابت، بس هي ريم من اللعيبه
عارف بتتعامل برضو هي عشان لعبت بالظبط كده اهو بتعرف تبقى لو عارفه ان الاصابه هتدوس عليها بتدوس عليها. ودي تدريبات ارشفيه للفريق يا كابتن في الصاله الفرعيه. أيوة. او يعني الصاله اللي هي صاله النادي في صاله النادي في الجزيره وده كابتن ايهاب الالفي. الحقيقه يعني الاصابات دي طب حضرتك شايف غياب الاصابات دي عندنا بدايل تقدر مباراه الميزه اللي كنا بنتكلم فيها ولسه الدكتور بيتكلم فيها. احنا ميزتنا عن كل فرق البنات في مصر ان احنا عندنا بديل. يعني فرقه سبورتنج مشكلتها ان البديل مش نفس الكفاءه. يعني هم فرقه سبورتنج عندهم اربع لعيبه كبار وكانت الخمسه بتاعتهم رنيم البديل بتاعهم مش نفس الكفاءه بتاعتهم. لكن احنا عندنا في النادي الاهلي ما شاء الله زي ما قلت لك في كل مركز بتلاقي فيه اثنين او ثلاثه. يعني عندنا في صانع الالعاب عندنا ساره مغربي وعندنا ريم وعندنا رنا علاء. صحيح. ادي ثلاثه. عندنا في الجناحات عندنا كابتن الفريق دينا عمرو عامله موسم رائع السنه دي وترجع المنتخب ان شاء الله. وعندنا سهيل وعندنا رنا عبد الظاهر وعندنا ممكن ريم تلعب برده جناح. وعندنا سهيله اتصابت اما وتوقع ممكن تلعب وهبه عبد الرحمن ممكن تلعب. في مركز لعيبه الارتكاز عندنا في بوزيشن 4 بتلعب هاله بوزيشن 5 بتلعب نور علي طلعت البديل بتاعهم ممكن يلعب ران عبد الظاهر تلعب 4 ممكن جنى مصطفى تلعب 4 نادين ياسر بالفتوح تلعب 5 فما شاء الله ده الوفره بتاعت ودي الجميل اللي مستغله ايهاب الالفي بطريقه جيده ان هو بينوع في الدفاعات بتاعته. صحيح. بيلعب دفاعات ضغطه من اول طالما عندك وفره في اللاعبين خلاص بالظبط كده هو فهو بيعمل تشكيلات كتير علشان يبقى الملعب على طول في 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 حيويه ويقدر ينفذ طرق الدفاعات الضغطه اللي بيعملها كتير. كلام مليون في المية منطقي يعني. طب خليني اقول لك برضو يا دكتور احنا خلينا نتكلم شويه عن تشكيل نادي الاهلي. ما اعرفش تشكيل سبورتنج مع حضرتك ولا لا. مع حضرتك سبورتنج كابتن. طيب خلينا ابتدي مع الدكتور تشكيل النادي الاهلي بالجهاز الفني نقولهم للساده المشاهدين ونقول تقريبا كل لاعبها ومركزها كده. طبعا الجهاز الفني كابتن ايهاب الالفي، الدكتور محمد جاد مدرب عام، كابتن موسى علي المدير الاداري، كابتن مشيره الاداريه، الدكتوره رود والدكتوره ريهام اخصائي العلاج الطبيعي، وكابتن كريم صالح مخطط الاحمال، واللاعبات عندنا دينا عمرو كابتن الفرقه، هاله مصطفى، سهيل هشام، ريم موسى، ساره مغربي، رنا عبد الظاهر، نور علي طلعت، جنه مصطفى، رنا علاء، نادين ياسر، زينب الزيني، منى يحيى، هم بابا بعوته بس هي طبعا في اصابه بس انا بقول الاسامي كامله. الاسامي كامله. تؤى جمال، هبه عبد الرحمن، بتول عادل، سلمى مصطفى، ريم اشرف، ايناس خالد، ويمكن المجموعه الاخيره دي في جزء منهم لسه تحت 18 سنه وبيغيب عننا طبعا الاصابه. سهيله ومنا دول بره لكن اعتقد ان ريم وتؤى هيكون موجودين جوه التشكيل ان شاء الله. عندها شرخ في الانف وريم موسى اصابه في الانكل بس ممكن يلعبوا ان شاء الله. الحاجات دي بتبقى لو في حاجه لا قدر الله في الانف بيبقى فيه. طيب خلاص ده هم بيبلغوني استاذ احمد رشاد في الاعداد بيبلغني ان هم جاهزين وهيلعبوا هو عارفه من ارض الملعب. طيب برضو عايز توقعات حضرتك للستارتنج اللي ممكن يبتدي بيه كابتن ايهاب الالفي. يعني انا اتوقع ان هو مش هيخرج بره تحت السله، هتبقى ممكن نور علي طلعت وهتبقى معاه هاله مصطفى، ممكن الجناحين هو عنده كذا اوبشن. هو ممكن يحط ريم موسى كوينج ويحط مثلا ساره مغربي او رنا علاء تبقى بوينت او ما بوينت جارد ماسك الملعب، او ممكن يحط واحده منهم. ممكن نقول سبع اسماء هم دول. يعني انا اعتقد ان من دول هاله مصطفى، ريم موسى، ساره مغربي، رنا عبد الظاهر، نور علي طلعت، مش هيخرج بره دول بره التشكيل يعني مش هيخرج بره. طب كابتن ايهاب الالفي يعني النهارده المباراه يعني تحصيل حاصل ان شاء الله باذن الله فوزنا بالدوري المرتبط. شايف ان هو لو انت مكانه يعني مكان كابتن ايهاب محتاج تنزل بكل قوتك في الاول. طبعا ده مباراه ختاميه واكيد النادي الاهلي ما يعرفش غير المكسب، ولكن تنزل بقوتك في الاول ولا توفر قوتك لنهايه المباراه؟ بص يا كابتن هي ثقافات بس انا عن نفسي لو هنزل بكل قوتي. ده ماتش او انا معاك انه يعني ماتش المحصله بتاعته بالزبط. مش فارق حاجه بالزبط. لكن نفرح صحيح والنادي الاهلي يعني ما بيلعبش يعني واحنا دايما بنلعب ما عندناش مركز تاني. صحيح. يعني يمكن اتعودنا عندنا ميزه في النادي الاهلي ان احنا بنلعب على المركز ده مركز تاني بالنسبه لنا. والمكسب ايا كان ما فيش ما يمنع ان انا اعمل توليف. ازاي اعمل توليف؟ انا انزل قوي وانزل بكل ما اوتيت من قوه اعلى جامد بالسكور، ولما الدنيا الماتش بالنسبه لي يبقى مريح شويه ابتدي ممكن ازق بعض العناصر الصغيره اللي بتحتاج ممكن ماتش زي ده يثقلها.
صحيح. بس احتاجها في ايه وانا كسبان. صحيح. فاللعيب بتاعي انا بديله مناخ طيب ان ينزل وهو مرتاح ويبدع، ما يبقاش منزله بيجري على الفرقه الثانيه. ما يبقاش في لود عليه، وخاصه ان في حوالي 3 4 هو مباراتين مش عارف ممكن هيكونوا موجودين في السكور شيت ولا لا، ولاعيبه كويسه مش وحشين. صحيح. بس انا اختار لهم التايمنج اللي ينزل فيه. صحيح. طالما انا مش مجبر. صحيح. فانا انا رايي ان هو ممكن هينزل قوي، لان برده خد بالك برده من حاجه مهمه قوي، الحته النفسيه. انا لما انزل على فرقه واكسبه مره خاصه هينافسني في بطولات ثانيه. طبعا بالك دوري مرتبط، يعني مش دي البطوله الرئيسيه، البطوله الرئيسيه بتاعي دوري سوبر، الدوري العام. السنه اللي فاتت برضو احنا كنا متفوقين على سبورتنج وخدنا منه كاس مصر، ودي اضافه. لكن جينا في الدوري في بطوله الدوري وما نجح ببعض الخبرات اللي عنده ان هو ياخد منها الدوري العام. صحيح. فانا بالعكس، ده انا لما ابدا الموسم وانا كل مواجهه انا كسبان كسبان، انا معنوياتي بتبقى في السماء، وفي نفس الوقت بعمل نوع من انواع الاحباط للفريق المنافس. صحيح. فمهم جدا بالنسبه لنا الماتش طبعا، سواء هو بره مهم السبورتنج بنفس الدوافع اللي حضرتك بتتكلم عنها اكيد، وهو طبعا هيبقى كل همه ان هو يكسب عشان عنده بطولات ثانيه عايز يقف على رجليه، نفسيا يبقى يكسب حته ان الاهلي بيكسبني على طول. فالعامل النفسي لا يمكن ان يتم اغفاله. فانا لو مكان الكابتن ايهاب الالفي اعتقد ان انا هلعب بكل قوتي، ولما الماتش يعني انت عارف لغه الباسكت يفتح بالنسبه لنا، ممكن ساعتها ابتدي احط العناصر اللي انا عايزها. صحيح. طب كابتن سيد، حضرتك فرقه سبورتنج تستعرضها لنا وتقول لنا برضو اهم اللاعبات وبيلعبوا بفكر ايه او ناويين يلعبوا ايه النهارده. هو فرقه سبورتنج المدير الفني كابتن عمرو عاشور، والمساعد كابتن احمد نبيل الهلالي، والمدير الاداري كابتن جانيت وديه السباعي. اللعيبه في نور الله عادل حسن، ورانا حسن، ومي حلوه، وران مجدي، وان الفقي، واسرار ماجد، وجمانه هيثم عيد، وجيانا حازم حلمي، ومنه الله عبد الشافي، منال عبد القادر، منه الله عوض، نادين ياسر ريحان، ونسمة عبد الرحمن. الشكل بتاع الفرقه ده كده عندنا ثلاث لعيبه او اثنين لعيبه خبرات، مي حلوه ومنه عوض. مي واقفه على رجليها، كان عندها اصابه الصيف اللي فات. هي عندها اصابه، بس هي مشكلتها ان ما بتقدرش تكمل ال 40 دقيقه. هي طبعا لعيبه جامده جدا جدا جدا, جداً. مي حلوه ومن اقوى اللاعبات في جت في تاريخ البنات مي. صحيح. بس اللعيبه بيحتاج يرتاح، البديل بتاعها مش نفس الكفاءه. ودي مشكله. وطبعا من اللعيبه الجيده منه عوض طبعا. يعني من احسن اللعيبه اللي حتى في الماتش الفيصل السنه اللي فاتت كانت عامله ماتش. بص بتلاقيها طالعه حاطه 20 بوند سكند شوت يا كابتن هشام، يا كابتن هيثم. ما شاء الله. يعني ما تحسش بيها، بس لا حصل 20 بوند. حتى الجيم الاولاني كان بيتلعب لها لعبه بيك اند رول وهي واقفه وتاخد الدريبلايه وحتى الكوره وشيطه. في عندنا اسرار مجدي من اللاعبات اللي طالعين، اسرار ماجد من اللاعبات اللي كانوا هايلين في منتخب مصر اللي لعب كاس العالم. صحيح. ومن المواهب اللي طالعه بصوره جميله جدا. هي لعبت كتع ثلاثه كمان؟ بتلعب كل حاجه. اسرار ما شاء الله لعيبه جامده جدا، بس كان عندها اصابه السنه اللي فاتت والحمد لله رجعت. الحمد لله. وفي عندنا في منال عبد القادر كابتن الفريق، دي كانت بطلت سنتين ورجعت تاني. رجعت السنه دي بتلعب برضه، الكابتن عمرو استعان بيها. وبعدين الباقي بقى، بس دي بتبقى ثقه في المدير الفني، خد بالك. طبعا لما بيجي ويلاقي لعيبه بطلت سنتين ويقول انا عايزها، يبقى هو عارف هي هتعمل ايه. بس وساعات يبقى احتياج. صح، ممكن. بس يعني بس في كلتا الحالتين هو يعني لازم. اعتقد في الحاله دي احتياج. انا بقول لك هي ساعات تبقى احتياج. ليه؟ لان انا ما عنديش، فعايز برضو اعلي خبراتي. يعني مش هيبقى عندي اثنين لعيبه بس. صحيح. ويبقى الباقي شباب. صحيح. فهو رجع منال كانت لعيبه جامده جدا يعني هايله، يعني ما شاء الله عليها. هتفرج عليها النهارده ان شاء الله. وبعدين بقى الباقيين كلهم ولاد صغيرين. يعني كان في عندنا نادين ياسر كانت بتلعب مع اسرار في منتخب مصر تحت 19 في كاس العالم، وفي عندنا نسمة عبد الرحمن سنتر كويسه برضو بتلعب في منتخب مصر 19 سنه، وفي الباقي من طلع عبد الشافي دي لسه لعيبه صغيره، جمانه هيثم بنت هيثم طبعا حبيبنا وزميلنا طبعا لعيبه تحت 18 سنه. فيعني هي مجموعه لعيبه من الصغيرين. كابتن عمرو بيحاول يبني فرقه جديده، بيستغل الثلاث اربع لعيبه اللي عندهم خبره ويدعمهم بمجموعه الشباب علشان يبني. طب ايه التغيير ما بين الفرقه دي يا كابتن؟ طبعا بحكم ان حضرتك متابع وقاري كويس جدا القصه، ايه الفرق بين الفرقه بتاعت كابتن شريف عزمي وفرقه كابتن عمرو عاشور؟ هل حصل تغيير في مراكز كتير؟ حصل احلال وتبديل ولا هم نفس الفرقه؟ لا مش نفس الفرقه. انا بقول لك اتشال من الفرقه دي لعيبه بتمثل 60% من الفرقه. رليم الجداوي، رليم الجداوي احسن. بس دي ظروف. ما بقول لك انت بتقول التغيير. ما دي اتشال، ما انت اتشال منك سنتر زي ده وما عنديش بديل ليه بيأثر معايا. وعملت السنه اللي فاتت كويس جدا. بقى لها سنتين رائعه. يعني انا شايف ان ده المحور الاساسي اللي اتغير في الفرقه. طبعا فلسفه التدريب متغيره.
هنشوف فلسفه. طب ايه اللي بيميز كابتن عمرو؟ انا عارف طبعا، بس الساده المشاهدين محتاجين يعرفوا اسلوب لعبه اللي يختلف السنه دي عن اسلوب لعب سبورتنج منذ عام. بص انا اعتقد ان الاساليب مش هتختلف، لان كل مدرب هيمسك فريق سبورتنج لازم ما يلعبش يعني مش هيميل انه يلعب دفاعات ضغطه مثلا، لان السبب برغم ان اعمار صغير بس لا. بس اللي في الملعب اللي في الملعب مش اعمار صغير، المهمين مش اعمار صغيره فما يقدرش يضغط بيهم 40 دقيقه بالظبط كده. هو ممكن لو مثلا محتاج بقى يضغط هيطلع الاثنين ثلاثه الكبار دول يبقى معاه ولا صغيرين يضغط كمان، وده مش هيرجع لها الا اذا كان خسران كتير مثلا بالظبط كده فاهمني. ف خلينا نشوف الماتش ونتكلم في فلسفه كابتن عمرو هيتغير في ايه. بس اللي اعرف ان كابتن عمرو بيهتم جدا في الناحيه الهجوميه بالشوتنج، هو بيحب اللعيبه الشويطه كتير، بيحب اللعب السريع الفاست بريك كابتن عمرو عاشور بيحبه، فدي ممكن النهارده برضو تعمل لنا مشكله، لان هم التصويبات البعيده الجري الفاست بريك هو دايما بيحب الموضوع ده. بس اكيد كابتن ايهاب يعني اكيد بص يعني احنا بنتميز كفريق النادي الاهلي ان احنا بدنيا اعلى شويه، وزي ما قال الدكتور اسامه متوسط اعمارنا اقل صحيح. عدد بدائلنا اكتر صحيح. فده بيخليك اكتر حيويه وسرعه في الملعب صحيح. ممكن عندنا 3 4 لعيبه في فرقه سبورتنج بيصوبوا بطريقه جيده جدا فاهمني. مية حلوه من عوض واسرار، اكيد هيعتمد على الموضوع ده. زي ما قلت لك الجيم الاولاني انا مشفتوش، بس الناس يعني بتوع الباسكت اتكلموا معايا فيه. كابتن عمرو بيهتم جدا بالبيك اند رول اللي هو بيعمل ستاره على الكوره وتومانزو بليس ستاره على الكوره ومن عوض بتعرف تتصرف فيها كويس بيجدها بيغير دفاعاته بس في منتصف ملعبه يلعب مان تو مان. بعد قلت الضغط ما بيلجاش ليه قوي، بيلعب لا اما دفاع منطقه في نص ملعبه يا بيلعب مان تو مان في نص ملعبه. فخلينا نشوف وبعد كده نحكم عليه. دايما ماتشات البنات يا كابتن سيد حضرتك تتفق معايا في الحته دي، طبعا حضرتك استاذنا، بيبقى فيها يعني تكنيك عالي غير ماتشات الولاد. ماتشات الولاد فيه خبط ورزع وبتاع وجري، البنات بتلاقي التزام تكتيكي عالي جدا، البنات بينفذوا الكلام اللي بيقوله المدرب، فحتى في الطايره نفس الكلام. تتفق معايا في رايي؟ انا متفق معاك جدا، وانا عايز اقول لك حاجه على مجال عمرنا كله، احنا شفنا فرق بنات في مصر نسب تصويبهم احسن من ولاد كتير جدا صحيح، فاهم؟ قرر هيثم السعيد والناس. لا لا انا بتكلم دي حقيقه. لا لكن على مدار يعني انا بقالي 25 سنه مدرب مرنت الاثنين بالظبط يعني كده. انت مرنت درجه اولى في الاهلي ولاد ومرنت درجه اولى في الاهلي بنات الاثنين، فانت عارف. عايز اقول لك ان على ال 25 سنه دي ظهرت بنات نسب شوطهم اعلى كتير جدا من الولاد، ما تعرفش ترجع بقى الحساسيه ولا اسلوب اللعب بالظبط كده. هو عشان ما فيش تافنس كتير في البنات فبيبقى في متعه في اللعب بالظبط، في تاكتيك وفي حاجات سياسه. يا رب نشوف النهارده ماتش ممتع. ارجع لك تاني يا دكتور في حته بقى يعني دي ملعبك حضرتك طبعا دكتور تربيه رياضيه والناحيه البدنيه بتاعتك. يعني انا واحد من الناس لما كنت لعيب كنت بحب اتكلم معاك قوي امانه، ربنا يحفظك، لان كنت انت عندك الحته البدنيه وازاي تقدر تجهز لعيب وازاي تاهل لعيب من الاصابات. الموضوع ده كان عندك بامانه يعني شهاده مجروحه ايا كان، بس هي دي شهاده حقيقيه. النهارده لما الاقي كابتن ايهاب الالفي حاطط معاه في الجهاز دكتور محمد جد، ودكتور محمد جد برضو من المدربين اللي بيهتموا جدا بالناحيه البدنيه، معاه مخطط احمال كابتن كريم صالح، فمعنى كده ان برضو كابتن ايهاب الالفي ادرك ان الناحيه البدنيه مهمه، بس مش كل المدربين مصر فاهمين كده. طيب يعني الموضوع قصد ده محتاج فتره. لا احنا قاعدين بنتكلم واحنا طيب بس عايز برضو ارجع بس نقطه سريعه في السؤال اللي كنت حضرتك بتتكلم فيه مع كابتن سيد وارجع تاني. في حته سبورتنج وحته رنيم الولادي فعلا زي ما قال كابتن سيد يمكن دي اكتر رنيم الجداوي سوري اكتر من 60% كمان. خد بالك لما يبقى عندي سنتر زي ده ممكن بيبقى ليا اسلوب فني في اللعب وخاصه في الاتاك او في الديفنس بيعتمد على اللعيبه مبني عليها فلما زي طارق الغنام كده في فتره من الفترات كان ممكن اسلوب شوت ليه في ما شاء الله وحش. بيجيب لك 7-8 باوند هنا وهنا فاهم ازاي، فدي بتدي ادفانتج جامد جدا، حتى بتخلي اللعيب طالع شايط بثقه. ليه؟ لان انا عندي اللي هيجيب صحيح. فحته غياب رنيم اعتقد ان هتخلي كابتن عمرو بيغير في استراتيجياته خاصه في الهجوم زي ما قال كابتن سيد. هو دلوقتي يمكن اسهل البكات والدخول على الباسكت اكتر منه يمكن نشوفها، لانه هيفتقد ميزه الايه الامتلاك السله كلمه. حتى في وجود رنيم برضو خد بالك ان فريق الاهلي في ما شاء الله احسن سناتر في مصر برضو موجودين في الاهلي، فاعتقد ان هو هيغير. بالنسبه طبعا يعني هيميل اكتر للدخول من الشوط اعتقد عشان ما يحطش نفسه في قصه الريباوند، لانه يحاول ياكد الباسكت بتاعه عشان الريباوند. هنشوف الكلام ده. بالنسبه للجزئيه البدنيه طبعا الجزء البدني احنا عندنا هقول لك بحاجه بسيطه خالص،
احنا عندنا مصطلح كده بنقوله يجب ان تصاغ قدرات اللاعب الفنيه في حدود امكانياته البدنيه. يعني ببساطه عشان ما نبسطها على الناس، برواز، انت جوه البرواز. هدي لحضرتك مثال، انا لو انا بطلب من لعيب ان ينط مثلا في الهواء فلقى واحد فراح معدي نازل بيه وراح طالع من الناحيه الثانيه وجاي الدنك، مين يقدر يعمل الحته الفنيه دي الا اذا كان بدنيا عنده قدره عاليه جدا، او القدره العضليه او القوه المميزه بالسرعه عاليه جدا عنده، بالاضافه للالتزام بتاعه والرشاقه بتاعته. انت لخصت الموضوع. لخص الموضوع في كلمتين. فانت حضرتك دي قاعده مهمه احنا بنشتغلها في مصر، ما زعلش مني يعني، انا يعني هتكلم في الحته دي لو لا بالعكس ده انا عايز اسمع. احنا كنا زمان وكان في ناس قبلينا واجيالنا واساتذتنا في المجال ده كان بنتكلم بنقول يا جماعه لازم يبقى في مخطط احمال مع كل فريق، وفعلا الكام سنه الاخيره على مستوى الالعاب كلها ابتدى فعلا يبقى في توجه ان يبقى في مخطط احمال موجود، ايا كان بقى هو اخصائي مش المهم بقى في الحته دي بتاعته موجود. بس للاسف الشديد احنا حطينا ده، وطب والعنصر الثاني المساعد الاجهزه، فين الاجهزه؟ صحيح فين الاجهزه؟ فين اجهزه القياس؟ هي على فكره الناس بتتخيل الجيم ده حاجه، بص يا كابتن هيثم احنا في عناصر اللياقه البدنيه، القوه دي التاج اللي بيزينها، التاج اللي بيزين من اهم العناصر انها ليها تاثير طردي كبير مع كل العناصر الثانيه، تعلى القوه تعلى كل العناصر الثانيه، فيما عدا المرونه لازم يبقى في برامج مرونه بالزبط. مع القوه بالزبط. عشان اللعيب اللي بنقول عليه بالمصطلح ما يخشبش كده، لكن القوه دي التاج. فان انا اوجد عناصر او اوجد جيم او اجهزه جيم دي حاجه جميله جدا 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 وحاجه محترمه، ويمكن احنا عندنا في النادي كنا سباقين في المركز ده، لكن مش ده كل حاجه، في يا جماعه وسائل ثانيه. فين اجهزه القياس الثانيه؟ فين اجهزه اللياقه العضليه؟ اقيس ازاي اعرف اللعيب ده ايه؟ انا بتكلم بقى بصفه عامه، اسمح لي ان انا اخرج من لا بالعكس بالعكس، انا بتكلم حتى على مستوى مصر، احنا المركز الاولمبي مع احترامي طبعا اللي اتعمل فيه مجهود 10 على 10 من ناحيه توسيعه صالات، ناحيه فندقيه، بس تخيل المركز الاولمبي للمنتخبات القوميه، تخيل المركز الاولمبي ده ما فيهوش ولا جهاز قياس، تخيل كل الملايين اللي اتصرفت فيه دي محتاج ما فيهوش. لا انا بكلمك على ده معمول، ده مفروض يبقى المناره بتاعتنا. فاحنا انا من هنا بستغل فرصه طبعا. يا جماعه في اجهزه، وبالنسبه للانديه يعني انا في هدي لك مثال حضرتك، في جهاز اسمه الاوبتو جيت. ايه الاوبتو جيت ده؟ الاوبتو جيت ده عباره عن عارف حضرتك هعملها لك بالبلدي كده زي عصايه كده وعصايه كده قصادها، بيطلع منهم لمض بيبقى قدام بعض كده زي قضيب السكه الحديد كده، واحد مرسل والتاني مستقبل. كل شغلانته بيشتغل على الاشعه تحت الحمراء، اللعيب بيقف قصاده وبيعمل بعض الوسبات. الفكره بتعتمد على ايه؟ ان الجهاز ده بيحسب الفتره ما بين انقطاع وتلامس يعني القدم، يعني لما يجي اللعيب يسيب الارض قد ايه ويطلع قد ايه، هو بيحسب فكرته ببساطه قايمه على الحسابات دي. تخيل بالجهاز ده لما بعمل بعض الاختبارات البسيطه اللي في خلال 5 دقائق انا ما بعملش حاجه غير ان انا بقيس، بيتحط وكاميرا بتبقى متثبته، اللعيب بيعمل لي بعض الاختبارات بالوسب ده، في خلال 3 دقائق بيكون خلص الاختبارات، من 3 لـ5 هكون عندي الجهاز مطلع لي داتا كامله لتشخيص لحاله اللاعب من القدره البدنيه، يحسب لي زمن التلامس. تقدر عليها تبني بعد كده البرنامج، تقدر عليها تبني كل حاجه، وده اختبار واحد في جهاز واحد، في جهاز واحد بيبين لي كل الاداء الحركي. خليني ارجع لحضرتك في الحته دي، يعني الموضوع ده بالعكس انا عايز اسمع فيه جديد، لان بيحصل كل يعني فتره امور كتير بتطلع في الموضوع ده، محتاجين نسمع حضرتك اكتر. بس خلينا نروح لفاصل سريع وارجع لحضرتك عشان نستكمل تغطيتنا طبعا لماتش المباراه الختاميه بين الاهلي وسبورتنج سيدات لكره السله مع ضيوفي طبعا نورني في الاستوديو. فاصل صغير وارجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، طبعا بنستكمل تغطيتنا مع كابتن سيد صابر نجم النادي الاهلي والدكتور اسامه النمر. دكتور كنا بنتكلم قبل اللقاء قبل الفاصل عن الناحيه البدنيه واهميتها في الفرقه، يمكن ما شاء الله فرقه الاهلي السنه دي لم تهزم اي مباراه، فريق السيدات، والسنه اللي فاتت برضه وفقوا بشكل كبير جدا في بطولات كتيره وكانت يعني طفره كبيره.
فوجود يعني بتهيألي وجود اكتر من عنصر في الجهاز بيهتم بالناحيه البدنيه واضح ان ده تاكيد برضو لوجهه نظر حضرتك. اكيد طبعا، زي ما اقول لحضرتك يعني زي ما 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 ما, ما كلمت معاك من دقائق قبل الفاصل، العنصر البدني عنصر حاسم في جميع الرياضات، وخاصه عندنا في لعبه كره السله. لعبه كره السله من الالعاب على فكره الصعبه جدا والمثيره جدا. يعني زي ما الماتش اللي فات دقيقتين او ثلاث دقائق بقى 7 بونت و8 بونت للسبورتنج، وانت تعوض في ثلاث دقائق 15 بونت. صحيح. فدي المثير والمشوق فيها. وخد بالك ان في كتير يعني من الانديه سواء في رجال او سيدات ممكن بيكون عنده عناصر كويسه او عناصر خبره كويسه قوي، ممكن الحته اللياقه عنده ضعيفه، فبيجي الكوارتر الاول والثاني ممكن يبقى يكسب ويكسب ال 20 بونت كمان. صحيح. وتيجي الثالث والرابع خلاص البنزين شطب، العربيه خلاص شطبت، فبالتالي انت بتقدر تعمل تعويض وبتعمل كامباك تاني، وممكن تعلى مش كمان بتعوض ال 20 بونت، لا ده انت ممكن تعلى كمان 20 بونت. صحيح. فطبعا الجزء البدني ده جزء صحيح، ويمكن هو كابتن كبير ومهم جدا. ما غفلوش وبرده يعني انا برده يعني انا يمكن اخرج ثواني كده بره الموضوع، عشان انا شايف في ناس بتتكلم كتير على لعيبه الكوره والنتائج بتاعه الاهلي في الفتره اللي فاتت. يا جماعه ده وضع طبيعي، الثبات على كمان على مستوى واحد، لا ده في كيرفات لازم تطلع وتنزل. ساعات المدربين بيلجأوا ان الكيرف ينزلوا هم بمزاجهم. ما انا بقول لحضرتك ده وضع طبيعي للدروب اللي موجود في فرقه النادي. يمكن انا مش هخش في فنيات دي بتاعه المدرب في التغييرات والحاجات، لكن انا بتكلم ان وضع طبيعي جدا ان تلاقي في تذبذب في فتره من الفترات، بس ما بيقعدش كتير. صحيح. فرقه زي الاهلي ما بيقعدش كتير، بيطلع. صحيح صحيح يا كابتن. طب كوتش سيد، ارجع لحضرتك تاني، احنا اتكلمنا على سبورتنج ممكن هيغيروا طريقه لعبهم، في لعيب مؤثر او لعيبه مؤثره سافرت امريكا. خلينا نقول النادي الاهلي، يمكن حضرتك تابعت الكابتن ايهاب الالفي كهيد كوتش الفتره اللي فاتت، يعني فنيا بيعتمد على ايه؟ بس ايهاب زي ما قلت لك مهتم جدا جدا بالناحيه البدنيه، بيغير كتير قوي في دفاعاته، وده اللي مساعده ان بدنيا الاولاد واقفين على رجليهم كتير جدا. طب الدفاعات دي بتبقى بطول الملعب ولا نص الملعب؟ بيغير يعني، اوقات كتير بيلجا لدفاعات بطول الملعب، اوقات كتير بيلعب بنص الملعب، دفاعات برستات من نص الملعب، ساعات من ثلاث ارباع الملعب، وعلى طول مصر يلعب عليها في جيمات كبيره. ده معناه ان هو واثق جدا جدا في احماله البدنيه اللي مديها جاد، وبينجح، وده اللي عمل الطفره عن بقيه الفرق. انت كنت بس انا عايز انوه على حاجه بالامانه. السنه دي البنات عاملين سيزون رائع، يعني اول مره البنات يعملوا سيزون مرتبط من 3 4 سنين ما يتغلبوش ولا جيم في 17 جيم. يعني احنا عاملين 17 جيم دلوقتي، الدرجه الاولى ما خسرتش ولا جيم. صحيح. فطبعا دي يعني حاجه بنحيي عليها الفرقه والجهاز، وان شاء الله يستمروا على كده، و يعني اتمنى انه نكمل الكلام ده بالدوري، لان احنا بقالنا فتره كبيره ما خدناش الدوري. صحيح. يعني خدنا المرتبط، بقالنا 3 سنين بناخد المرتبط بنتائج المرتبط وسمات الدرجه الاولى، لكن احنا بقالنا يمكن السنه اللي فاتت خسرناه بعد ماتش فيصل بالظبط كده، وكنا قريبين جدا من يعني كنا قريبين يعني احنا كنا كسبانين سبورتنج مرتين قبلها 17 بونت. صحيح. 17 بونت. فيعني اتمنى ان شاء الله ان ربنا هيكلل لهم النجاح السنه دي ويحصلوا على كل البطولات ان شاء الله. الإهاب الألفي بيعمل حاجات بيتحرر المدربين اللي قدامه، ما عندوش ثبات في يعني انا اتفرجت على السنه دي على 4 5 جيمات، ما عندوش ثبات في البدايات بتاع التشكيلات، يعني اي جيم بيلعب باي تشكيل بيبتدي بيه ما عندوش مشكله، لان زي ما بقول لك هو عنده قناعات من وجهه نظري واصله لي ان هو لعبته كتير ممكن يلعبهم، فما عندوش مشكله انه يبتدي بمين، وممكن تلاقي بعد 7 8 دقائق او نص الكوارتر الثاني ال 12 لعيبه لعبوا، فهو سريع في التغييرات لانه عنده ثقه في لعبته وعنده وفره بالظبط كده. اهوت مع ده اللي بنرجع له فيه. ف يعني انا مش هتفاجئ النهارده بالتشكيل، انا متاكد هيحط مركز بالتشكيل، انا متاكد انه هيحط حاجه غريبه في التشكيل بتاع البدايه بتاعه، لانه عملها كده في جيمات كتير، فان شاء الله ربنا يوفقهم. بس انا حبيت انوه ان السنه دي فعلا البنات عاملين موسم. كابتن هسال حضرتك حاجه، بحكم ان حضرتك طبعا فتره طويله متابع وعارف وشايف المستوى العام حتى سواء منتخبات او انديه، شايف السيدات نقدر ننظم بطوله افريقيا، نقدر ننافس على بطوله افريقيا لو حصل دعم مع لعيبه اجانب؟ يعني السيدات بتوعنا ينفع نشوفهم تاني في منصات التتويج افريقيا كانديه ولا منتخبات؟ انديه. صعب صعب صعب. حتى لو حتى لو جبنا اتنين اجانب، لا الفرق كبير بيننا وبين افريقيا قوي. يعني عايز اقول لك احنا مثلا احنا بقى لنا زي ما بيقولوا بقى لنا
خمس بطولات بنروح كاس عالم تحت بطولات الناشئات تمام صحيح بنروح ومع ذلك التراكمات ديت المفروض كانت تخلي الفرقه الباقيه عندنا حاجه جامده جدا. احنا في اخر ثلاث بطولات لافريقيا بنطلع يا السادس يا السابع على مستوى السيدات الفريق الاول على مستوى السيدات. ف يعني احنا متاخرين شويه في بالنسبه للدرجه الاولى في الانسات. حتى لو مثلا يعني تم التدعيم لو الفرقه دي دعمنا زي ما شفنا فريق الباسكت السنه اللي فاتت دعمنا باثنين امريكان. انا عندي قناعه ان احنا لازم نبتدي مهما كانت النتيجه. برافو عليك. فاهمني؟ انا اشارك المره الاولانيه هشوف نفسي فين الاول بالظبط كده اهوت. اكيد هيحصل تطور بس طول ما انا بشارك مش بشاركش ما بتتغيرش يا كابتن. انت زي ما انت. ما هو انا لازم اشارك زي ما انت لازم اشارك. عاجبني فيك ايه اللي هو لا ما انا كنت متوقع حضرتك تقول لي ايه. هتقول لي لا بعيد او كل حاجه بس اشارك. انت قلت انت يعني حتى وانت في يعني حتى في وانا بقول ان النتيجه تبقى سيئه بس لازم اشارك. طبعا مش هتطور وانا قاعد بالظبط كده. الله يرضى عليك. لا مش هتطور وانا قاعد انا فين غير اما اشوف مشارك. فاهمني؟ ما انا النهارده لو طلعت السابع لازم اعمل جهد عشان السابع اخش الرابعه لو عليك. بعد ممكن اربع خمس سنين اروح اخد البطوله. ايه المشكله؟ صحيح. بس ما نلقاش. صح. فانا بقول لك لا عايز شغل وعايز مشاركه وعايز جرأه. صحيح. وانت انت مايد نفس الكلام يا دكتور؟ طبعا يعني طبعا. لازم احاول واخش افريقيا وادوس لان كان في محاولات السنه دي على فكره النادي الاهلي ياخد سيدات بطوله افريقيا ولكن حصل امور ما توفقناش فيها بس شايف ان ده فكره جيده للمحاوله. احنا ممكن نكون خايفين من الفشل الاولاني اللي ممكن يكون وارد انه يكون موجود لكن زي ما بيقول الكابتن يعني انا استحاله اقعد احلم ان انا عايز اشارك ولحظه ما اشارك بالحلم ده بتاعي انزل اشارك اكسب. لا طبعا صعب. شيء طبيعي صعب. جدا ده زي سلمه يا كابتن. صحيح. سلمه باخد خطوه ورا خطوه. انا عايز اقول لك تجربه عملناها. اتفضل يا كابتن. اول ما بدانا كان عندنا يعني اول ما بدات امرن ومسكت فرقه الدرجه الاولى سيدات كان عندنا فرقه رائعه والفرقه ديت كانت بتكسب دوري وكاس زمان او منتزه منزل. كان عندنا مديره الجهاز الفاضله السيده سوير الشلقاني طبعا وكان طموحها ان احنا نروح لابعد من كده. فبدانا بالبطوله العربيه رحنا مره البطوله العربيه طلعنا بعيد قوي رحنا الاول في تونس بعيد قوي وبعد كده اهوت بالجيل دهوت مع كابتن طه الغنام وانا كنت معاه رحنا لبنان كسبنا بطوله عربيه جوه لبنان انا سابق. هي دي كان اخر التسعينات او الالفينات دي كانت اعتقد 96 97 كان جيل بقى حبيب الغنام وسهى فكري وريهام وريهام وياسمين عزت وياسمين مراد فاهمني كان جيل اما المسؤول عنك شايف ان هو لازم يبقى ليك طموحات اكبر من كده شارك مره واخسر وبعد كده شارك تاني وكسبنا البطوله العربيه في لبنان بالظبط كده وبعديها بثلاث اربع من ساعتها على فكره ما كسبناش تاني بعديها الفرقه دي اتغيرت وبنينا فرقه تانية خدنا البطوله تاني المركز التاني في 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 دبي فاهمني كانت بطولات جامده جدا صحيح. يعني لا وكانوا بيجوا اجانب بالظبط لا وكانت اجمد من دلوقتي كمان بالظبط فهي الفكره الناس بتشارك الناس بتشارك مثلا انا لو خايف من رد فعل سلبي اشارك في بطوله بره مصر الاول صحيح يعني مثلا انا مش عايز احمل البنات ما استضيفهاش مش عايز احمل البنات لما اكون واقف على رجلي بالظبط كده اشترك مره واثنين اشترك مره واثنين وبعد كده اجيبها عندي بقى ما عاوز اكسبها عرفت الخريطه ايه ووصلت أيوة. تونس عملت كده صحيح تونس قعدت تلعب في البنات خلي بالك يا كابتن بص اللي اكد كلام حضرتك بطوله افريقيا للرجال انديه كسبها فريق المغربي السنه دي بالظبط بالظبط كسبها فريق اللي هو سلا وكان بيلعب مين في الفاينل رادس فاهمني فاهمني فاينل لبول الكاميروني انجولا انجولا مع احترامي لا لا في دروب انجولا مش دروب انجولا دلوقتي يعني زي ما بيقولوا بتشرب من البحر انجولا دلوقتي في الباسكت شكرا الانديه النيجيريه والكاميرونيه كباسكت احنا اقوى لان كل لعيبتهم مكيسين محترفين بالظبط فالانديه ضعيفه لا فانا شايف ان احنا لازم نشارك نقدر نشارك ونفس الكلام بالنسبه للمنتخب يا كابتن بتهيألي المنتخب راح مع انجولا طلع مع انجولا 3 بونت في انجولا صحيح والرغم ان المنتخب ما تعدش اي حاجه مفيش اداء والمغرب خسر 3 بونت من انجولا بالظبط فانا قصدي اقول لك ان في فرصه الفرقه المصريه تركب بالنسبه للرجال بالذات في انجولا يعني احنا دايما الفتره ال 20 سنه الاخرانيين كان البعبع بتاع افريقيا انا كابتن انا جيل ايام كنا بنلعب ويا كابتن تحس ان انجولا ماشيه ورايا والله العظيم يعني نقعد نتجنبها في البتاع ونيلا جاي لنا في قبل النهائي لا هي فعلا في علامه استفهام لان هو على مدار 20 سنه كامله انجولا على مستوى الفرق وعلى مستوى الانديه متسيده افريقيا متسيده افريقيا انت عارف يا كابتن كان بيكتبوا على تيشيرتاتهم ايه في اخر فتره ماستر اوف افريكا السياده افريقيا النهارده كتر عارف الايجو النهارده اما تلاقي مثلا 15 بطوله افريقيا اخر 15 بطوله افريقيا واخدين منهم 12 ما لازم يقول كده لازم يقول كده وعايز اقول لك يا كابتن يعني بيتهيألي ده فرصه للنادي الاهلي بالذات انا بقول ليه النادي الاهلي النادي الاهلي
اكتر امكانيات، خلينا نقول بقى ونتكلم بصراحه كده وبنتكلم على الترابيزه وبكل وضوح، اكتر انديه مصر امكانيات اكيد، ومش ما مصر بس، ده الشرق الاوسط. انا عايز اضيف حاجه صغيره. عايز اضيف حاجه. اتفضل يا كابتن. انا كنت ماسك ايام ما كنت بتلعبوا مسكت درجه اولى انا لعبت مع حضرتك بالظبط كده، وكان ليا الشرف ان انا كان الكابتن محمود الخطيب هو رئيس المكتب التنفيذي وهو اللي كان مسؤول عن كل الالعاب. الكابتن الخطيب عنده قناعه كبيره جدا جدا ان الالعاب الاخرى هي اللي بتكمل الايمج بتاعت النادي جنب الكوره طبعا. فكابتن محمود الخطيب اي حد هيطلب منه دعم ويشوف ان هو هيروح لحاجه تشرف النادي الاهلي مش هيبخل عليه. شفنا انا جربت، انا بقول الكلام ده كمان بقى، هو نائب رئيس مجلس الاداره ورئيس رئيس مكتب التنفيذ فاهمنا دلوقتي كمان هو بقى رئيس النادي. وطبعا الكابتن عمري انت عارف ان هو فاهم في الموضوع جامد بالظبط كده. فاي حد هيطلب منه حاجه وهم شايفين ان الكلام دوت هيبقى في صوره النادي الاهلي وهيكبر صوره النادي الاهلي مش هيبخل. يعني اقول لحضرتك حاجه، المجلس السابق طبعا المهندس محمود طاهر كان كانوا سعوا ان ياخدوا بعض البطولات الافريقيه، لما جه الكابتن الخطيب اصر على البطولات دي تبقى موجوده طبعا. يعني في خمس بطولات افريقيا كابتن الخطيب اصر انه موجودين، بطوله افريقيا في شهر 3 للطايره سيدات ورجال، واصر برضو ان يبقى اليد السوبر الافريقي وكاس الرجال وسيدات تمام. وشفنا امبارح الطايره بطوله عربيه كابتن خطيب بنفسه بيجي. كابتن هيثم ما هو انت قلتها دلوقتي ان اكبر نادي في الشرق الاوسط وافريقيا وافريقيا هو النادي الاهلي، وبعدين احنا مش بعيد عن الموضوع ده، دي مش حاجه جديده صح. يعني احنا بنتسيد ممكن يكون مثلا الباسكت بنات مثلا مش داخلين في المعترك ده، لكن اخرها احنا السنه اللي فاتت البطوله الافريقيه احنا ربنا كرمنا وخدناها. سيبك بقى من اللي بيتقال محترفين مش احنا، هم جالس النادي الاهلي جالس النادي الاهلي خلاص، فاحنا مش قليلين صحيح. فكابتن خطيب وكل اعضاء مجلس الاداره حضرتك زي كابتن سيد شايفين ان بيصعب علينا لوجو النادي الاهلي ما يستحقش غير المركز الاول في كل حاجه. كابتن احنا متربين على كده، احنا عنصريين يا كابتن. لا 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 بجد لا والله بص، اصل المشكله دي احنا بنواجهها لما بنطلع نشتغل في مكان غير النادي الاهلي. احنا بنربي ولادنا من هم تحت 10 سنين انك انت تبقى المركز الثاني، هتبقى ما عملتش زي الاخير، ما عملتش حاجه زي الاخير، ما نقولكش مبروك حاجه. احنا اتربينا على كده، احنا بتواجهنا المشكله دي لما نطلع نشتغل في انديه تانية. يعني نطلع نشتغل في انديه تانية، عايز تاخد الناس اللي في الانديه التانية ديت للكونسيبت بتاع المبدا بتاعك بتعاني لان هو بالنسبه له ممكن يبقى المركز الرابع ده حدث انجاز، ده في ناس تاخد مركز ثالث. انت شايفه مش انجاز، انت شايفه مش انجاز صحيح فاهمني صحيح. فاحنا مشكلتنا في النادي احنا اتربينا على كده صحيح، ودي عامله لنا ازمه صحيح. لا بس مش ازمه، لا عامله لنا ازمه، ازمنا مجهود. احنا في الروح الرياضيه طبعا، احنا يعني احنا ما بننزل نقد، احنا ممكن نزعل من لاعبتنا بس لو لكن برافو لكن خسرنا بس عملنا لا جود ليه بس لا دي موضوع وده موضوع بس عشان ما حدش يفهم كلمه عنصري غلط. لا اللي انا اقصده احنا اتربينا على كده، ما بنعرفش من المركز الاول ونفس الفكر ده جالنا واحنا مدربين صحيح. ما بنعرفش يا جماعه صحيح. وده مش غلط. طب ان انا ابني خططي وابني طموحاتي، خد بالك ده الموضوع بيبدا بالاحساس. برافو عليك. لو اللعيب حس ان مدربه ميت على بطوله او بروح واكتف عليها، ده بيتنقل له يا كابتن صحيح. ده مليون بيتنقل له مليون في المية. يعني صحيح. لو حس المدرب رامي الفوطه ومش فارق معاه، لا احنا هو بقى احنا طلعنا على كده يعني احنا طلعنا على كده واحنا صغيرين واحنا لعيبه، مدربين علمونا كده صحيح. كابتن انا في فتره من الفترات يمكن جيل انا قبلك بكام سنه كان عندنا ماتش اهلي زمالك، انت عارف بس حساسيه اهلي زمالك طبعا. وانا رجلي عندي سبرين وماتش ترتيب مالوش اي لا بس لازمه. كابتن ما كانش ليك في الكلام ده. كابتن قعدت اسخن ساعه عشان العب ماتش، بقول لك واتجبست بعدها ازاي يفوتني. فاحنا اتربينا على ان احنا نعمل كده يعني. امبارح ايه الشابي بتلعب بنهائي بطوله الطايره اللي هي خدت احسن لعيبه في عربيه امبارح، صباح الصغير مكسور وما قالتش لحد، ومدربها عارف كابتن حمدي الصافي وهي اللي اصر، قال لها انت حره انت اللي هتقولي، وتلعب بصباعها مكسور وبتجبس ايديها. انا مش عايز اقول لك تكاد تكون بتجبس ال 70 دول قبل المباراه، كل مباراه بتجبسه وخدت احسن لعيب. ده النادي الاهلي، هي دي روح النادي الاهلي. تقريبا مش هتلاقي الكلام ده في حته ثانيه. لا 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 صعب. انا عن نفسي هتحكم. انا اشتغلت بره النادي الاهلي كتير، فيعني بخش النادي الاهلي وبطلع النادي الاهلي. لا ما بليش الكلام ده، وبنتعب وكل اولاد النادي الاهلي بيطلعوا بره بيحاولوا ينقلوا الروح ديت بتتعب. وده يا كابتن اللي حضراتكم بتقولوا ان احنا لازم نحاول افريقيا. بالظبط لازم نحاول. دي نقطه خطيره قوي يا كابتن هيثم. يعني اللي بيقوله كابتن سيد لما بنطلع بره بنتعب،
مش عشان كمان القماشه اللي معاك بس، ودي مش مجاملة لا انا بتكلم كمان مش مجاملة لمجلس ادارة النادي الاهلي. بره ممكن تلاقي بعض التدخلات من هنا او من هنا، حد يضايق مدرب، حد يجبره في اتجاه معين. صحيح، مفيش كلام ده عن سجل ده ما تسجلش ده بالظبط كده بره دي، لا دي ما تلعبش يحصل بره لا. الكلام ده النادي ما تحسبش، لا متربيين على كده محدش دخل، لا احنا في حساب اخر السيزون، لا في النادي ما فيش كلام. الحته دي بتدي للمدرب فرصه انه ينطلق ويبدع. صحيح، انت رئيس جمهوريه الفرقه. الله ينور عليك، انت رئيس جمهوريه الفرقه. دي بقى الميزه، دي اول درجات النجاح اللي محدش واخد باله منها في نادي الانديه الثانيه في الصحيح. بالظبط، يعني اقول لحضرتك حاجه، انا لما جيت احنا طبعا يعني اساتذتي طبعا، وانا لما جيت يعني النادي الاهلي واتقلت النادي الاهلي، وكان اي مشكله بتقابلك انت مفيش حاجه اسمها مجلس اداره النادي الاهلي، انت ليك سيكونس لازم تمشيه. بالظبط كده، بيبتدي بمدير الفريق بتاعك. انت مالكش دعوه بحد. صح، انت مشكلتك ايه؟ انا والله مشكلتي 1 2 3، حضرتك اديني قول لي مشكلتك وتفضل حضرتك في تمرينك. صح، ما شفناش ده في اي حته يا كابتن هيثم. انا قعدت مدير فني 15 سنه، ما اعرفش غير الكابتن سمير عبد ربه اللي هو مدير نشاط الرياضي. ما اعرفوش، الناس التانية دول اصحابي من بره بتوع مجلس الاداره، اسلم عليهم وبتاع، لكن في شغل كابتن سمير عبد ربه وكابتن رؤوف عبد القادر. ما فيش حاجه احنا اتعاملنا كده. صحيح، ما فيش، هو ده وده 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 سر التفوق. صحيح، وخلينا نقول ان شاء الله النهارده احنا متوقع يكون ماتش حلو. ليه؟ بالرغم ان البطوله تم حسمها، لان اكيد البنات واكيد الجهاز الفني هيلعب المكسب. طبعا اكيد طبعا، يعني طبعًا يعني طبعًا. يعني ليه بقول كده؟ لان هو ممكن الناس تقول لك ده تحصيل حاصل وبتاع، لا انا متوقع متوقع ان ليه ابعاد ثانيه، وكابتن هاب غير الابعاد الثانيه في النادي الاهلي. سبورتنج كمان خلي بالك، لا سبورتنج كمان هو يلعب على الريفنج عشان الماتش اللي فات، فاهمني؟ انا بقول لك الماتش سبورتنج والاهلي بيبقوا من احلى الماتشات. بس اقول لحضرتك حاجه يا كابتن بامانه، خلينا نقول بصراحه، انا كل التحيه لنادي سبورتنج. انا بكلمك بامانه، يعني انا عاجبني نادي سبورتنج قوي قوي قوي. في ايه؟ امبارح فريق الطايره اصروا طبعا، مجلس زي اللي حصل، مجلس قديم خد قرار بمشاركه فريق الطايره بنات في البطوله العربيه. تمام، وحضراتكم تابعتوها معانا، ودخلوا الولاد البنات دخلوا البطوله، المجلس اتفاعل معاهم وبقى يدعمهم واسمع ولادهم. وانا احنا وجهنا رساله لمجلس اداره نادي سبورتنج انه يهتم بالبنات دي. انا بقول لك ان انا جالي اخبار ان لا، بداوا من امبارح يخططوا في سبورتنج انه عايزين فريق البنات بتاع الطايره ينافس وينافس بقوه على كل البطولات. عجبني ان هم، وكمان مجلس اداره فيه 4 سيدات يا جماعه، انتوا بتتكلموا 4 اعضاء مجلس اداره، ده دليل ان النادي بيقدس دور المراه. طيب اتفضل، عايز تقول حاجه؟ عندي رساله، اصل نادي سبورتنج ده نادي عزيز عليا قوي وعلى كل لاعب باسكت. فكرت الصبح هناك كابتن ولا لا؟ يا ما كابتن دكتور بيضحك. وبعدين خلي بالك، طول عمر سبورتنج والاهلي هم القمتين بتوع الباسكت. صحيح، بتوع ده حقيقي، ده حقيقي. بوجه تحذير شديد جدا للمسؤولين في نادي سبورتنج. نادي سبورتنج في قطاع البنات في النازل. كباسكت كباسكت بول، انا بتكلم على الباسكت بول، لان يهمني جدا ان سبورتنج يفضل في الساحه كمان. طبعا مصلحه منتخب مصر كمان. نادي سبورتنج عايز اقول لك انه اخر 7 سنين مثلا ما خدش ولا بطوله ناشئين. والناشئات اسف. انت بتتكلم على قطاع الناشئات. ما هو ده اللي هيعمل بقى الدرجه الاولى. ما هو ده اللي هيدعم الدرجه الاولى، لان احنا عندنا في البنات ما فيش لعيبه. طب بترجع السبب ده ليه يا كابتن؟ الله اعلم. هم يدرسوا بقى اهل مكه اضرب شعبيه، امر داخلي، فاهمني؟ لكن انا بحذرهم ان الفرقه بتاعتهم سنها كبر، مفيش احلال ومفيش بطولات في قطاع النادي، خاصه انه بيعتمدوا على بنات النادي. بالظبط كده، دايما الاعضاء. بالظبط كده، فلازم يبقى عندي قطاع قوي. بدق لهم ناقوس خطر، فرقتكم في البنات هتنهار. خد بالك، محتاجه شغل. خد بالك. طب ايه راي حضرتك برضه؟ عايز اتكلم بقى على الجنب ده يا كابتن هيثم بعد اذنك في نفس النقطه دي، بس تعالى اعكس علينا عن النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. يمكن من حوالي اربع سنين كنت هنا في قناه الاهلي، وكان مع الكابتن جوهر في برنامج وقت اضافي. طبعا. وسالني سؤال، كنت انا والكابتن موسى، كان ساعتها هو المدير الفني موسى علي. تمام. وسالني سؤال، كان ساعتها يعني المستقبل شويه. فسالني سؤال، قال لي يعني احنا فين في البسط؟ فانا اتكلمت قلت له يعني احنا غصب عننا في مجموعه من البنات اعتذروا مره واحده، لكن انا بقول لك في خلال 4 سنين احنا هنتسيد الباسكت بول في مصر. يمكن لو عندكم داتا قديمه هتلاقوا الكلام ده. قلت له في خلال 4 سنين من دلوقتي. كنت حضرتك شايف حاجه؟ طبعا كنت شايف. طبعا عدتها له. قلت له انا عندنا فرقه 14 سنه دي الامل الكبير، فيها مجموعه 7 8 من العناصر اللي هتطلع درجه اولى،
وفي حوالي خمسة ستة في كانوا فرق 16 وحوالي اتنين في كل ده رؤية. صحيح. والدليل على كده انت في حضرتك في خمسة اوريدي اهو. صحيح. من المتسجلين من اللي هم كانوا 14 موجودين بالاضافة لنادين سلعاود الستة. صحيح. وخد بالك كل بالإضافة الفرقة دي ولاد النادي. بالاضافة لاتنين عناصر اقوية جدا زينب البرقي راحت السنة دي. كريمان محمد صلاح. كريمان محمد صلاح في الجزيرة. ادي تمانية. صحيح. ودول لعيبه كانوا لعيبه منتخب مصر فاحنا ما كناش بنقول من فراغ. صحيح. صحيح. التواصل الاجيال ونفس اللي قمنا عليهم الحمد لله رب العالمين. يمكن انا سعيد النهارده بكده. انتوا بتقولوا الكلام ده نتيجه يعني رؤيه شايفينها زي دي عليكم دي صح؟ الحمد لله رب العالمين. خد بالك ان احنا اللي بيجي يشتغل في النادي الاهلي مش بيشتغل للدقيقه اللي هو واحد قطع بيشتغل في بيته يمكن عشان بكره. يمكن التخطيط ده بدأنا بيه أنا والكابتن سيد من حوالي خمس سنين أو سبع سنين. كان هو مدير فني وأنا كنت مدير القطاع. وكان كل تخطيطنا على كده فعلا. وكابتن سيد قعد سنتين ومشي يمكن أنا كملت حوالي خمس سنين مع بعض وجاء تعاقب عليا كذا مدير فني وأنا موجود. الخطة اللي احنا حطيناها شغال فعلا مدير قطاع النشئات. الخطة اللي احنا حطيناها ان بعد اربع سنين زي ما قلت للكابتن قلت له حاسبني بعد اربع سنين لو ما تسيدناش والحمد لله رب العالمين. ده طالع من يعني عكس بقى سبورتنج زي ما بقى. انا بس بقول الكلمه دي لان زي ما كابتن سيد كان بيتكلم على سبورت لا احنا كنا عارفين دي احنا ان احنا الاعمار السنيه هناك بتنزل طلعين. واحنا طالعين وخد بالك برضو من حاجه بس يمكن احنا يعني لو هتسالني رايي الشخصي بلاش النادي الاهلي لان احنا لينا وضع خاص على الانديه الثانيه. انت دورك كقطاع ناشئين ايه؟ انت الانجاز الكبير بتاعك انك تفرخ من الناشئين تحت وتطلع فوق. صح. احنا عندنا لا احنا لازم بزياده احنا بنفرخ ولازم نكسب. ولا يعني مش لازم يعني احنا ثقافتنا يعني ثقافتنا كده ان احنا نحاول نجيب الحسنيين يعني نكسب ونفرخ. فالحمد لله كنا ناجحين في الفتره اللي فاتت دي والحمد لله رب العالمين. يمكن اي انجاز ما بيحصلش الا بتراكم ما بيجيش يوم ليله طبعا 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 وبيجي بقى اللي بيكمل وبيعلي يعني كابتن ايهاب الالفي ما شاء الله يعني 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 بنى هيجي اللي قريب هو بنى واشتغل وهيجي بعد كده اللي يكمل اي انجاز. انا بس ليا احب احيي واحد كان واضح وضع البذره للسياسه بتاعت النادي الاهلي الكابتن حنفي هيكل الكابتن هيكل ابونا وابو الاشبال انا عايز اقول لك هو اللي كان ماسك من حوالي 8 9 سنين موضوع كان انت هو كان القطاع التعليمي كنت انا اشتغلت معاه اتشرفت كان هو حط البذره بتاع المجموعه اللي طلعناها بعد كده كلها ربنا يديله الصحه والنادي الاهلي كرمه طبعا النادي الاهلي كرمه لان يستحق التكريم ده تاريخ النادي الاهلي. خليني بس اقول حاجه دي المباراه في ده بدانا البث اهو احنا طبعا يعني بنعتزل حضرتك المباراه المفروض الساعه 6 ولكن زي ما انتم شايفين لسه في احماء. خلينا نقول برضو خلينا نقول برضو كمان ان كان في مشكله فنيه كانت يعني بتواجههم هناك في الباور سبلاي وحاجات زي كده وكان في مباراه قبليها كمان لسه خلصانه. التاخير مش من عندنا احنا ما قصرناش مع حضراتكم بالعكس احنا بنحترم حضراتكم احترام كبير. احنا يعني مستمرين في استوديو التحليل بتاعنا لغايه ما نعرف ان المباراه هتبتدي ان شاء الله هننقلها. وخلي بالك برضو يا كابتن سيد انا بيسعدني جدا حاجه كمان والله بامانه وقناه النادي الاهلي يعني الحقيقه بتسعد ده لان قناه النادي الاهلي هي زي ما بيقولوا هي ملك الاهلاويه وبامانه بيسعدنا بده شركه برزنتيشن احنا يعني بنبقى سعداء لما يبقى الانديه الثانيه سواء سبورتنج اي نادي ايا كان نادي من الطرف بيتفرج على ماتشات فرقته على قناه النادي الاهلي. انا عايز اقول لك عليه على الموضوع ده النهارده طبعا انا يعني كل اصدقائي في سبورتنج كفخرهم يعني انا كان عرفت ان الماتش هيتذاع كلمتهم الصبح كلمت مدام جانيت مدير الاداريه قلت لها مدام جانيت احنا هنذاع الماتش النهارده فعايز الانسان ما اقولكش اهتمت قد ايه طبعا مبسوطين واصدقائي اولياء الامور هناك كلموني طب كويس احنا كنا هنيجي مش هنيجي كده عشان نتفرج وكتر خيركم فطبعا دي حاجه جيده جدا طبعًا. جدا جدا يعني لان هقول لك بامانه النادي الاهلي لازم يكون ليه الرياده في حاجات كتيره جدا بامانه وانا ببقى سعيد لما بلاقي فيدباك يعني لما بلاقي مثلا يعني اكيد حضراتكم المباراه هتخلص هيجي لكم مردود او انعكاس من الناس لا انتوا كان المفروض تعملوا كذا كان المفروض فده بيخلي يعني يخلينا نتفاعل وهو ده اللي احنا بندور عليه بندور عليه ايه ان احنا نحط يعني ملوك الصالات تبقى اضافه بس مش في النادي الاهلي تبقى اضافه لكل العاب الصالات احنا بنبقى طبعا المقام الاول نادي الاهلي يعني احنا طبعا قناه النادي الاهلي ولكن كل لما بتلاقي الانديه الثانيه بتتفرج وبتحس
ان احنا حاسين بيهم بيبقى كويس. انا فوجئت امبارح دكتور مثلا ناس بتبعت لي احنا عايزين نذيع باسكت عايزين نذيع يد دلوقتي الناس عندها ما انت بتعمل لهم خدمه يا كابتن هيثم عندهم يعني النهارده انت ما بتعملش الخدمه دي الاهلاويه فقط انت النهارده لما تيجي الرجال تلعب الاتحاد ما انت بتعمل خدمه للاسكندريه لما بتلعب الاتحاد الاهلي بيلعب الزمالك ما انت بتعمل خدمه للزمالكاويه مش الاهلي بس صحيح. والحاجات دي مش بتشاف صحيح. فانت النادي الاهلي خلينا نشوفها يعني احنا النهارده في دوري السوبر الدوري المرتبط رجال بيتلعب مباريات مجزره منتهى المجزره محدش يعرف عنها حاجه صحيح لا محدش يعرف عنها حاجه للاسف اما احنا نقدم اما قناه النادي الاهلي تقدم الخدمه دي طب ما انت بتخدم صحيح. الناس كلها صحيح وهنحاول احنا انت بص انت تخدم انت كده بتخدم ال 100 مليون صحيح او ال 100 وكذا مليون ليه؟ انت اصلا اوريدي انت عندك حوالي 70 مليون اهلاوي صحيح واللي انت بتقوله بقى بقيه الناس في الانديه الثانيه او فده ده صحيح. ده ده العبء الثقيل اللي ملقى على قناه الاهلي ونتمنى طبعا مزيد ان شاء الله انا باذن الله نستمر ان شاء الله فيها وخلينا نرجع لمباراتنا برضو يا دكتور بقى نتكلم اكتر في المباراه ونخش يعني ايه فيها خلينا نقول توقعات حضرتك لسيناريو الماتش حضرتك شايف يعني احنا بنقول توقعات وممكن تصيب او تخيب يعني كل الاستوديوهات التحليليه تبقى كده شايف المباراه هتمشي ايكوال لاخر وقت ولا هتفرق مع احد الفريقين ده كابتن سيد بيضحك بس انا عايز اسمع رد حضرتك لا لا ممتاز سؤال جميل هو انت عارف الماتشات خد بالك ده بيبقى حساب وبنقعد امبارح كان في توقعات لعشان لعيبه في الطايره وبنقعد نسجل الكلام ده هو احنا الباسكت بصفه خاصه عندنا بيبقى صعب التوقعات فيه صحيح. خالص صحيح وبصفه خاصه البنات صحيح ويمكن البنات يمكن ما يخفيش عليك سر ان حتى بيبقى في تذبذب من شوط لشوط ده سبق ثلاث دقايق خسران سبق بالظبط مستوى يعني 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 ممكن اطلع ما دي الحلاوه بقى الله ينور عشان كده ده الامتاع بتخلي فيه صعوبه بالنسبه لنا ان احنا نتوقع لكن انا اتوقع ان الماتش ده تحديدا يعني لو كان في صعوبه هيبقى ممكن الشوط الاول والثاني الشوط الاول والثاني يعني لو كان انما لو فرقه فرضت سيطرتها لكن اعتقد ان 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 الكوارتر الثالث ده هو اللي هيبقى الحاسم خد بالك احنا عندنا ميزه الاهلي لو اتاخر حتى ب 10 15 بونت مفيش قلقانين صحيح مش قلقانين كتير فاهم ازاي؟ فلما بنتاخر ما بتقلقناش صحيح لكن لو عدينا في الكوارتر ده ال 10 15 بونت ده انت ممكن توصل ل 40 بونت صحيح يعني ده توقع حضرتك ان هيبقى الاول والثاني فيه صعوبه هو اللي هتبقى فيه ويبقى فيه شد وجذب الثالث في فرقه هيبقى في فيه حذر شديد صحيح. وخاصه من ناحيه نت سبورت صحيح يعني هيبقى فيه حذر شديد جدا 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 ان يحاول السكور ما يجريش منه ما يعلاش منه ويحاول صحيح. هو بيحاول ايه ياخدها بالقطعه اخلص الشوط الاولاني 10 دقايق الشوط طب امسك بقى في ايديا استفهام طب الشوط الرابع لو وصلت للايكوال ده يعني ممكن بقى يعني اطلع صح كل الفهم يعني هو هيحاول وهو مكتف الجيم هيحاول وعنده هو مستو في حته يمكن الخبره دي بس في وقت من الاوقات ما بيقدرش يجابه سرعه ولياقه وقوه لعيبه النادي صحيح فانا اعتقد يعني ممكن السيناريو ده الاقرب ليا يعني. كابتن سيد انا اسف يا كابتن قبل ما اسمع توقع حضرتك احنا معانا زماننا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي في ارض الملعب عايزين نعرف الاجواء وصف لنا الاجواء عندك يا كريم ليك يا كابتن هيثم السعيد كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان من البطوله العربيه للبطوله المحليه بس طبعا احنا المره دي في بطوله كره السله دوري طبعا المرتبط انسات كره السله النادي الاهلي وفريق سبورتنج هنا في صاله الشباب والرياضه ب 6 اكتوبر اكيد بتمنى كل التوفيق للكابتن ايهاب الالفي المدير الفني وكل طبعا انسات كره السله في مباراه اليوم احنا عارفين طبعا النادي الاهلي يمكن حاسم هذه البطوله لكن اكيد ان شاء الله بتمناها تكون مباراه جيده جدا حضور يمكن النهارده من مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله دكتور مجدي ابو فريخه كابتن يحيى زكريا كابتن لسه طبعا عدد لم يتوافد من الاعضاء الاخرين طبعا للاتحاد المصري لكره السله كنا بنتمنى يبقى في جمهور زي الجمهور اللي شفناه في البطوله العربيه لانسات الكره الطائره بيدي طابع كبير جدا وبيدي تحفيز كبير جدا لكل اللاعبين واللاعبات لكن شايفين بس عدد قليل من اولياء الامور هنا متواجدين طبعا لمتابعه النادي الاهلي وايضا فريق سبورتنج لكن اكيد بنتمناها تكون مباراه جيده جدا لفريق النادي الاهلي يمكن كان ليا لقاء مع الدكتور مجدي ابو فريخه هيكون معاكم طبعا سريعا في خلال لحظات الدكتور مجدي اشاد طبعا بالنشاط النسائي خلال الفترة الماضية وقال كل ده بيفيدنا ليه منتخبنا الوطني اللي احنا اكيد بنسعى ان هو يكون نمرة واحد واكيد
كل الامور وكل البطولات وكل البطولات المحليه خلال الفتره الماضيه هي هدفها الاول والاسمى منتخبنا الوطني. كل التوفيق يا كابتن هيثم ليا الكابتن ايهاب الالفي زي ما بنقول، زي ما احنا شايفين يمكن فريق سبورتنج والنادي الاهلي بيؤدوا عمليات الاحماء قبل انطلاق المباراه، كان يقابليها مباراه طولت شويه سموحه والشمس طولت المباراه شويه، المفروض كانت تنطلق فيها الساعه السادسه هذه المباراه، لكن طبعا لان المباراه طالت شويه فاكيد خلال خمس دقائق وعشر دقائق ان شاء الله هتنطلق مباراه الاهلي وسبورتنج المصري. كل التوفيق من جديد للنادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن هيثم، ولو في استفسار اتفضل يا كابتن هيثم. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا ليك، اكيد هنرجع لك تاني عشان توصف لنا الاجواء كل شويه، وجودك في الملعب مهم جدا لوصف يعني احداث اللقاء. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. كابتن سيد ارجع لحضرتك تاني، كنت عايز اسمع توقعاتك، شايف الجيم هيمشي قريب ولا هيحصل زي ما كابتن الدكتور قال ان ممكن يحصل فرق على فترات المباراه؟ اتفضل يا كابتن. ماتش الاهلي وسبورتنج زي ما قلت لك قمه كره السله النسائيه، مفيش حاجه متوقعه. صحيح. يعني الفريق اللي هيفرق 10 بونت ما يتوقعش انه هيروح ل 20 بونت 25 بونت، هيرجع الجيم تاني والفريق التاني ممكن يطلع 10 15 بونت، وده شفناه في السنتين الثلاثه اللي فاتت دولت لو نفتكر. صحيح. يعني السنه اللي فاتت كان بيبقى سبورتنج كسبان 17 بونت الاهلي بيجيبه ويطلع عليه وبعد كده الماتش ايكوال. فلا انا شايف الماتش هيبقى عامل زي المرجحه، شويه هنا شويه هنا لغايه ما يخلص في الاخر. ده اكيد ممكن يعني انا يعني شايف ان ده ارجح شويه لان الدافع النفسي عند الفرقتين كبير. بالظبط كده. مش ممكن تكون البطوله حسمت. لا مالوش علاقه بالبطوله خالص. مالوش علاقه بالبطوله خالص. هيبقى دافع كبير. طب خليني برضه اقول لحضرتك حاجه ثانيه، يعني يمكن المصابين عند النادي الاهلي اكتر شويه، يمكن في اثنين طبعا هيغيبوا خالص عن اللقاء، ولكن زي ما حضرتك قلت الوفره العدديه اللي موجوده في كل المراكز دي برضه بتدي ميزه كبيره للنادي الاهلي. خليني اقول ان متهيألي كابتن ايهاب الالفي النهارده مش هيبقى عنده مشكله في حته ان هو يقول لك انا خايف من الاجهاد او مش خايف من الاجهاد، لانه عنده بعد كده راحه. طبعا. يعني ممكن ينزل يلعب، لو انا قصدي اقول ايه، ممكن يعتمد على 8 لاعبات بس. الكلام ده صحيح ولا يا كابتن؟ يعني انا من فرجتي للكابتن ايهاب الالفي في جيمات كتيره بتبقى في جيمات مأزمة ما بيعتمدش على 7-8. لا حتى لو عنده راحه بقى. بالظبط كده، ما بيعتمدش على 8 لان هو زي ما قلت لك اسلوب لعبه بيحاول يطلع من كل لعيب اقصى حاجه في 3 4 5 دقائق وبيريحه، اللي هو موضوع البريسات والحاجات ديت. فلا ما اعتقدش ان هو يلعب ب 7-8 الا لو جيم كان مأزم قوي. صحيح قوي. يعني لو راح سبورتنج راح مثلا 15-17 بالظبط كده دوت، او لو غير استراتيجيته ان هو مش هيلعب بريسات كتير فممكن برضو يثبت ب7-8 لكن ما اتوقعش. طب كابتن برضو بحكم متابعه حضرتك خلينا نقول دوري المرتبط كده يعني ترتيبه، يعني احنا دلوقتي ان شاء الله الاهلي وسبورتنج اول وثاني، خلينا نشوف بقيه الفرق عشان برضو يعني حقوق الفرق الثانيه اللي احنا نقول عليها. المركز الثالث في نادي سموحه، ونادي سموحه ده انا من وجهه نظري انا من اقوى الفرق اللي هتنافس النادي الاهلي من السنين الجايه، عنده قاعده ناشئات جيده جدا، عنده مين مدير فني يا كابتن؟ المدير الفني ياسر عبد الرحمن. بتهيألي بقى له فتره كبيره معاه. هو يعني بيته ياسر، يعني بنروح وبيجي وبيخش مكانه حد، بس هو في الاخر بيرجع راجل محترم ومدرب جيد. لكن هم عاملين قاعده ناشئات جيده جدا، سن صغير عندهم ابتدوا يطلع لهم، بينافسوا على بطولات الجمهوريه بقى لهم 3 سنين في ال 18 وال 16 سنه، فعنده تراكمات من اللعيبه. يعني سموحه انا في رايي انها تبقى اقوى فرقه السنتين الثلاثه اللي فاتوا جايين علشان وفره اللاعبين. صحيح. جه المركز الرابع نادي الجزيره. نادي الجزيره من الفرق اللوغاريتمات، يعني احنا بالنسبه لنا فرقه لوغاريتمات، فرقه عددها مش كبير لكن فيها 2-3 لعيبه كويسين قوي. طول عمر الجزيره كده. طول عمر الجزيره كده بتطلع فلاتات. تشوفه كده تقول الفرقه دي مش ممكن بس كابتن معلش انا هقطع حضرتك، انا شايف الدنيا خلاص يعني هتبتدي. طيب اعزائي المشاهدين احنا لازم ننتقل لصاله الشباب والرياضه ب 6 اكتوبر عشان ننقل لكم احداث كره السله سيدات ما بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج في المباراه الختاميه في دوري المرتبط. المعلقنا طبعا الكبير كابتن سيد صابر، فالى هناك.
الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي الحبيبه، احييكم واتشرف بان اقدم لكم المباراه النهائيه في بطوله دوري المرتبط للانسات لكره السله بين فريقي نادي سبورتنج والنادي الاهلي. مباراه اليوم بيلعبها النادي الاهلي بعد ان حسم بطوله دوري المرتبط بمجموع نتائج فريقي الدرجه الاولى وفريق 16 سنه، ولكن مع ذلك تعتبر من المباريات القويه جدا لانها مباراه الكلاسيكو، مباراه القمه في كره السله النسائيه بين قطبي كره السله النسائيه في مصر، النادي الاهلي ونادي سبورتنج. النادي الاهلي السنه دي عمل موسم رائع في دوري المرتبط، فريق الدرجه الاولى حتى الان لعب 17 مباراه لم يخسر مباراه واحده. ابتدى في الدور التمهيدي كانت مجموعته كانت في الدور التمهيدي كانت مجموعته الاولمبي والتامين والصيد، فاز على الاولمبي 90-34 وفاز على التامين 91-61 وفاز على الصيد 93-72، ثم كانت مباريات العوده فاز الاهلي على الاولمبي 58-22 وفاز على التامين 104-47 وفاز على الصيد 71-46. بعد ذلك اقيمت مباريات الدور قبل النهائي ولعب فيها الاهلي مدينه نصر وفاز 88-42 ولعب نادي الجزيره وفاز 77-67 وفاز على سموحه 79-76. وفي الدوره المجمعه التي جرت بالاسكندريه الاسبوع الماضي فاز الاهلي على الشمس 61-54 وفاز على هليوبوليس 72-53 وفاز على سبورتنج 86-78. في نهايه هذه الدوره وبدات الدوره الثانيه منذ اول امس، واستطاع النادي الاهلي حسم البطوله في اليوم الاول حيث اصبح الفارق بينه وبين فريق سبورتنج 7 نقاط، وبذلك تصدر البطوله. ونحن الان في انتظار بدايه المباراه. النادي الاهلي بيتكون دلوقتي بيتكون من الجهاز الفني والاداري، الكابتن ايهاب الالفي مدير فني، الكابتن محمد اذا انتهت احداث مباراه كره السله بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج في المباراه الختاميه لدوري المرتبط بفوز نادي سبورتنج. الف مبروك نادي سبورتنج على المباراه، الف مبروك للنادي الاهلي البطوله. الحقيقه كانت مباراه فيها باسكت بول الحقيقه بالرغم من فرق السكور، ولكن كان فيها فترات بنشوف في نديه، بنشوف في لمحات كويسه بالرغم ان المباراه كانت بشكل كبير تحصيل حاصل، ولكن طبعا كانت يعني مباراه يعني بنوعا ما تليق بمباراه ختاميه في دوري المرتبط. نرجع طبعا لضيوفنا نجومنا في الاستوديو الكابتن سيد صابر طبعا نجم النادي الاهلي السابق. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن هاسم. ودكتور اسامه النمر طبعا نجم النادي الاهلي السابق ايضا منورنا يا دكتور. اهلا بك. رايك ايه في اللقاء؟ والله طبعا هو زي ما احنا اتكلمنا هو لقاء خارج ال المقاييس، كنا نتمنى ان احنا طبعا نختمها ختام كويس، بس انا زي ما قلت لحضرتك كان صعب التكهن بالنتيجه المباراه، وانا قلت لك ممكن سبورتنج هينزل بالحته يعني هيقضيها كوارتر كوارتر، يعني هيحاول الشوط الاولاني الثاني لغايه الفيصل ما بيننا وما بينه الكوارتر الثالث، وقد كان هو طلع الاول والثاني كان كسبان فارق حوالي 7 نقاط وعلب الكوارتر الثالث وصل يمكن على الفارق ال 16 نقطه، هو ده اللي خلاه مسك في الجيم. وبعدين يعني الغريبه في النادي الاهلي ان يعني كابتن ايهاب لعب حوالي 10 بنات او 11 بنت 12 او يعني المجموعه كلها لعب في توفيق غير عادي، عدم توفيق غير عادي، يمكن الوحيده اللي بتحاول لوحدها هي دينا عمرو. ريم بتحاول، لا ده ريم انا عايز اقول لك يعني ريم ما شاء الله يا كابتن مراسم اسرع دي مراسم التتويج على فكره على الهواء. طبعا النادي الاهلي بطل دوري المرتبط لكره السله موسم 2017-2018، ودي الصور التذكاريه وتسليم طبعا درع البطوله للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن اسف على المقطع. ريم اسرع ترانزيشن متهيألي من الولاد نفسهم. صحيح الولاد. يعني ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها تنقل الملعب في ثواني معدوده. بس انا بقول لحضرتك يعني 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 احنا عندنا ميزه كبيره، ميزه ايه؟ ان احنا بنطلع ترانزيشن فاست بريك حتى في الشوط الاول والشوط الثاني احنا طلعنا كتير ترانزيشن،
بس سيتويشن حاجه من الاثنين، يا سيتويشن مش مظبوط وغير سيتويشن بقى يعني بيبقى الحراره التمركزات اللاعبات في الاوفنهم واضح ان كان في توتر زياده عن اللزوم ما اعرفش ليه مع ان المفروض الماتش تحصيل حاصل. فالاهلي يعني انا اعذر ايهاب الالفي حاول يعمل كل حاجه، يعني بدا الجيم دفاع ضاغط، ابتدى سبورتنج يعدي بالبيك اند رول ويبتدي يخش على الباسكت لان فيها فوات كده كانت بتحصل، راح مغير قلب دفاع منطقه برضو بنبقى ماشيين بندافع كويس، وهي دي ميزه سبورتنج برضو ان كانوا في الاول ما بيستعجلوش على الهجمه، فبالرغم ان الدفاع الجامد هي لحظه بس لعيب يسهى او ينسى او تعب بتلاقي الكوره تحت الباسكت وكمان مي كان ليها دور كبير في الاول طبعا احنا قلنا ان مي الدفاع هو حاول يعمل كل حاجه، بدا بدفاع ضغط قلب لدفاع منطقه ماتشب ده بدا دفاع ضاغط بطول الملعب بنص الملعب يعني هو حاول يعمل كل انواع الدفاعات اللي بيها يرجع للفريق او يرجع الفريق للجيم، لكن الغريبه ان يعني زي ما بقول لك اول مره اشوف يعني الفرقه مش موفقه بالكامل كده في المقابل حاله استرخاء لان طبعا خلاص البطوله حسمت فممكن برضو انا مع حضرتك بس احنا قلنا ان الموضوع مش دوري مرتبط نفسي. الموضوع نفسي انا يهمني ان بعد كده انا عندي كاس مصر عندي دوري عام يعني احنا بالبلدي بنقول ان احنا بنخلص على الفرق الوسط صحيح انا بديها كده ادفانتج تاني انها تقوم وتقف على رجليها وتنافسني تاني فدي اللي احنا ما كناش عايزينه لكن هارد لك يعني هارد لك للنادي الاهلي ومبروك للسبورتنج يعني هم بعد مبروك لينا عملوا مباراه كويسه ويستحقوا هم برضو يعني لاجل الامانه هم نجحوا في فرض اسلوبهم علينا صحيح نجحوا في فرض اسلوبهم علينا نادي سبورتنج لو تلاحظ اولا النهارده كان في كم غير طبيعي من التصويبات الغير جيده للفريق ويمكن نبقى نتكلم عنها في تفاصيل لكن هم فريق سبورتنج بيعمل ايه؟ هو بيحاول يطول زمن هجمه ويخلصها ايه وياكدها لان غير كده انت بتاخد ترانزيشن وبتطلع بس انت مش موفق بتاخد وبتجري بس انت فهو نجح انه يفرض اسلوبه عليك ويمكن ده اللي عمل له الفارق بالظبط. خلينا كابتن سيد راي حضرتك عن الجيم طبعا فنيا من اول دقيقه لاخر دقيقه. طيب في البدايه يعني ببارك طبعا فريق النادي الاهلي على البطوله، عملوا موسم كويس يستحقوا البطوله و يمكن دي اول هزيمه ليهم. لسه كنت هقول لك وكان جميل قوي ان احنا نكسب النهارده عشان ناخد البطوله ديت بدون هزيمه. وفي نفس الوقت برضو خلينا ابارك لفريق سبورتنج اكيد لان فريق سبورتنج كل متابعين لكره السله بنتكلم ان المفروض ان في فرق كبير بينها دلوقتي بين فرقه النادي الاهلي انها تقف على رجليها باربع لعيبه لعبوا اكتر من 40 دقيقه ثلاث لعيبه لعبوا 40 دقيقه ولعيبه لعبت حوالي 36 دقيقه وفضلوا واقفين قدام النادي الاهلي وكسبوا الجيم كانوا عايدين من عوض ومي حلوه خبرات عاليه جدا جدا واضح عملوا ماتش عمرهم خصوصا من عوض يعني هنتكلم فنيا احنا بنحلل فنيا طبعا من وجهه نظري مش ما ينفعش ان انت تبتدي جيم زي ده بدون الفول باور بتاعك من وجهه نظري كراجل مدرب ما ينفعش اللعيبه كلهم كويسين وكلهم ولادنا وكلهم لكن انا ما بخش ضد ماتش نادي سبورتنج زي ما هو داخل بخمسه الاساسيين بتوعه اللي هم المفروض خمسه جامدين انا هبتدي بالخمسه الجامدين بتاعي مش كل مره هبتدي بخمسه فيهم واحد او اثنين اقل من المستوى الاساسي وطلع عليا 10 12 بونت وكل مره هقدر اجيبها فهي دي المشكله اللي حصلت البدايات تؤدي الى النهايات البدايه ما كناش موفقين النهارده مش ممكن ابتدي جيم من غير هاله شعراوي ما اعرفش الظروف ايه انا ما اعرفش الظروف ايه بس مش ممكن يبقى عندي احسن لاعب بوزيشن فور في مصر ولعيبه لعبت على مستوى عالي جدا جدا ما ابتديش بيها وبعدين ابتدي انزلها اما اللي ابتدي السكور يبقى 7 بونت و8 بونت ممكن ما تمشيش معاها بعد كده يعني انا عايز اقول لك حاجه احنا الجيم زي دوت لو انا عايز اكسبه مش صعب ان العب 12 بيت صعب ان العب 12 لعيب صعب ده الكلام ده احنا قلناه قبل الاستوديو انا قلت لك بس انت حضرتك قلت لي قلت برضه قلت هو بيعمل الكابتن كده علشان يعمل بريسات وبتاع بحكم الخبره قلت لي ان هو بيلعب بال 12 كل مباراه كابتن ايهاب الالفي وده مش جديد عليه بالظبط كده بس كل واحد ليه وجهه نظره طبعا بس خليني اقول برضه يا كابتن هو ماتش النهارده تحصيل حاصل فانا مش محتاج ادوس قوي على اللعيبه لازم حتى لو هخسر بس في مقابل ان انا اكسب 2 3 لعيبه معايا يكملوا معايا في السوبر لا انا شايف ان انا اكسب اللعيبه واخسر الماتش طبعا انا من وجهه نظري انا موافق طبعا طبعا دي وجهه نظر تحترم بس انت في مرحله دلوقتي انت خارج من سنين فيها تنافس مع ناس سبورتنج وناس سبورتنج كان راكبك
ومن سنه ابتديت تبقى ايكوال نادي سبورتنج، وانت داخل المفروض دلوقتي سوري في اللفظ ان انت لازم تركبه زي ما كان راكبك الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول. بتتكلم باسكت بول. انا بتكلم بقى ان انا عايز اعمل للمستقبل، فعايز اركب على الفرقه ديت، يبقى ما اداش فرصه انها تكسبني تاني باي بقى حاجه ممكن تتعمل. انا رايي ان الجيم بتاع النهارده هيرجع سبورتنج للعبه تاني. اكيد طبعا. هيرجع سبورتنج للمنافسه تاني. هيقلل ثقتنا في نفسنا شويه ويعلل ثقتهم في نفسهم شويه في الماتشات بتاعنا الايكوال. فدي الحاجات السلبيه، لكن النهارده يعني انا عندي رنا علاء النهارده كانت جيده جدا، كانت بصوره جميله جدا، ودي مكسب من المكاسب. ساره مغربي كانت كويسه وما اشتركتش بعد كده كتير، ما اعرفش ليه، مع انها عامله موسم عالي. وريم بصراحه. ريم ممتازه. انت بص، ريم وهاله بتتكلم على مستوى اخر من كره السله النسائيه في مصر. صحيح. اكن معاك اثنين اجانب. صح، اثنين اجانب. صحيح. ده كلام مظبوط. وعايز اقول لحضرتك حاجه، بس انا خليني اتكلم فنيا شويه. نادي سبورتنج عامل حاجه النهارده انا شايف رايي ان هي فرق كتير قوي. لما كان النادي الاهلي بياخد الريباوند سواء من 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 حد طويل او حد جارد، كانوا بيعطلوا الباصه الاولى. الموضوع ده حصل كتير جدا جدا لغايه اخر الماتش، يا بيعطلوا الباصه الاولى يا حتى لو طلعت بتطلع في سيتويشن ما تقدرش تبني عليه هجمه. تمام. الحقيقه ده انا ما اعرفش ده جاي بالصدفه ولا كان جاي بتعليمات من كابتن عمرو، لان طول المباراه بيعملوها جيدا. اللي حصل ريباوند من النادي الاهلي، سبورتنج ممكن يعمل دبل تيم على الريباوندر نفسه عشان ما يطلعش الاوتليت الاولاني سريع. بص، الفرقتين كانوا بيعملوا نفس السيتويشن اللي انت بتقول، نفس الموقف اللي عليه. حتى لو انت لاحظت برده ما فرقه سبورتنج كانت بتلم الكوره مش عارفه تطلع البصل اللي بيتعمل عليهم برده ضغط. بس المشكله احنا شغالين ان عشان نتعمل الاوتليت باس مش عاملين. ما هو لازم اي حد بيعمل ريباوند هيعمل اوتليت باس، فالمدرب الثاني هيقول له عطل الباس الاولانيه، احنا بقى بنطلع البلاي ميكر عشان ياخد الكرة في حته صح عشان نهاجم بسرعه ولا لا، فاهمني؟ فهو يعني انا بقول لحضرتك دي تفوق فيها جدا. انا موافقك برضو. انا موافقك. وقفتك انت المفروض اسرع منهم فتلعب ترانزيشن. وفي كمان برضو بامانه سبورتنج عشان نديله حقه عمل ديفنس بصراحه كويس. يعني انا كنت بشوف لما بنوصل للباسكت للمربع بصعوبة. كان بصعوبه لان هم كانوا عاملين اجريسيف ديفنس عشان احنا ما كناش موفقين في احنا المفروض فرقه متوقعين في الشوط، احنا المفروض فرقه شويطه. لكن للاسف النهارده رنا عبد الظاهر ما فيش توفيق، دينا عمرو ما فيش توفيق، وغياب سهيله كمان، وسهيله طبعا شويطه. يعني الوحيده اللي حلت لك مشكله التاتا بونت جابت اثنين قربت السكور من اربعه. رنا عبد رنا 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 علاء هي اللي قربت شويه الدنيا. بالظبط كده. بقول لحضرتك لو احنا بنفت زي ما حضرتك بتقول، لو جايبين تصويبات خارجيه كتير كان ممكن يفتح لنا شويه ديفنس الاجريسيف. أكيد أكيد, اكيد اكيد اكيد. طب تعليقك على التحكيم يا كابتن؟ لا ما مش مؤثر. مفيش حاجه. لا مش مؤثر. مش مؤثر. حاسس ان فرق كبير فمش هيبقى الدنيا. لا مش مؤثر، ما اعتقدش مؤثر خالص. يعني هم البنتين دولت من الحكام اللي طالعين جداد هيبقوا كويسين قوي. انا هايله وساره هايله. يعني الاثنين انا يعني شايفهم ومتابعهم من سنتين. باستثناء كورتين ثلاثه كده في فاول. طبيعي. وبعدين خلي بالك بيحكموا اثنين بس مش ثلاثه كمان. مش ثلاثه. بيحكموا بالمينيمم. طب دكتور برضو انا يعني يمكن عايزين حته فنيه اكتر شويه. احنا شفنا سبورتنج مش بيلعب على الهجمه السريعه. يمكن حضرتك قلت الكلام ده، وكوتش سيد برضو قال الكلام ده قبل المباراه، قال هم ما عندهمش السرعه، مش هيبنوا فاست بريك لان مش هيقدروا يجاروا النادي الاهلي في السرعه. ولكن كان عندهم صبر كتير قوي زي ما كوتش قال. الف الاوفنس صبر، بتلاقي باصه والثانيه واللي فاضي يشوف احد افضى منه لغايه ما يجوا في اخر اربع خمس ثواني وينجحوا في التسجيل. شايف دي صدفه ولا تمرين ولا شغل لكابتن عمرو من دونه؟ لا انا اعتقد ان لازم يبقى تمرين يا كابتن. دي لازم يبقى تمرين، لان هو السنتين الاخرانيين تحديدا لا فرق السرعات لينا احنا في الملعب. وزي ما انت بتقول هو كان لازم يحاول انه يعطل لما الكره هو بقول لحضرتك هو ان هو لو كان جرب نفس السرعه مع الاهلي هو مش هيقدر. صحيح. هو مش هيقدر، فهو بيحاول عن طريق الخبرات اللي موجوده في منا عوض و ميه حلوه ان هو على قد ما يقدر يمشي 16 17 18 ثانية وابتدي يلعب على الباسكت سواء كان بتصويب او بدخول او باي حاجة من دي. غير كده نادي سبورتنج مش هيقدر. بيساعده اكتر كمان عدم توفيقنا. عدم توفيقنا. لا ده انا عايز اقول لحضرتك حاجة، ده الغريبة في حاجة بقى، انت لو جيت بصيت في الكوارتر الأخير من التسرع لعيبات الأهلي، سبورتنج هو اللي طلع علينا عمل علينا ترانزيشن. يعني في ثلاث أربع انت رايح مستعجل عايز تخلص، هو اللي بقى يلم ويطلع عليك ترانزيشن بس ما بيكملوش. ليه؟ بس هم ما بيكملوش عشان عايز تهلك وقت. هو ممكن يقدر يخلص. ويمكن برضو عملنا غلطه كده في برضو في النادي الاهلي واستغلها سبورتنج برضو. الاهلي حاول يعوض السكور بتاتا بونت بس، ودي مشكلة. دي سلاح ذو حدين. التصويب حاجه غريبه النهارده على الفرقتين. على فكره الفرقتين لا بس سبورتنج مستحيل في الميديا. ما انا هقول لحضرتك
الفرقتين فيهم مصابين جيدين، يمكن عنده من المسافات المتوسطه هو عنده ما شاء الله ميه حلوه ومن عوض، دول ما شاء الله عليهم وان كان على فكره مش تصويبهم، مش يعني هم مش نسبتهم، لكن هم عندهم ميديوم كويس، يمكن بيعتمد اكتر على اسرار في دي مراسم الكابتن، دي مراسم التسجيل، وعلى فكره هو فريق مرتبط ايضا خد الميداليه الذهبيه، ما هو المرتبط 16 سنه 16 سنه كسب جميع مباريات وما عدا مباراتين، اللي واقف على المنصه 16 سنه وفريق الدرجه الاولى، وهنا دور كمان على فكره فرقه 16 سنه. يعني انت في موقف زي ده، سبورتنج خسران ماتش في النهائيات والاهلي خسران ماتش، بس سبورتنج مرتبط عنده وحش جدا، ف هو ده اللي اكيد طبعا مرتبط بدور كبير. طبعا. وخلينا نقول وخلينا نروح للمراسم وارجع لحضراتكم تاني. حاضر. ليك يا كابتن عيسى السعيد كل مشاهدينا وطبعا Thank you.
طبعا لحظات جميله. تاني بطوله تخش النادي الاهلي خلال يومين، امبارح كانت الطايره اسعدونا كتير، النهارده الباسكت بيسعدونا. مباراه النهارده زي ما قلنا لحضراتكم قبل اللقاء ان هي مباراه تحصيل حاصل، حتى الحمد لله ما تم الفوز يعني وبالبطوله من قبل اللقاء. الباسكت الحقيقه او النشاط النسائي عامه، طايره سله يد بيشهد طفره. عندنا كره اليد النسائيه، عندهم السيدات عندهم طبعا بطوله افريقيا ابطال الكؤوس، ودي من سنين طويله ما اشتركوش وما استضفناهاش، هتبقى في شهر ابريل القادم. طبعا يعني الف الف مبروك، يمكن تاني بطوله تدخل في عهد المجلس الجديد يكون الالعاب الجماعيه هي او العاب الصالات هي اللي ليها يعني الرياده او زي ما بيقولوا سباقه بالبطولات. ولسه ان شاء الله البقيه تاتي، نادي الاهلي ما يعني لا ينقطع عن المشاركات والبطولات. ارجع لضيوفي تاني، يعني يمكن دكتور اسامه كان في كنا بنتكلم قبل كده على المباراه، بنتكلم على التصويب فكان عندنا مشكله فعلا، وكان هو المشكله حضرتك قلت في الفرقتين مش فرقه واحده. ما انا زي ما بقول لحضرتك النهارده يعني احنا لو حسبنا الثلاثه بونت بس احنا دايما مميزين بالثلاثه بونت. عندنا شويه كويسين قوي، ساره مغربي، رنا علاء، رنا عبد الظاهر. رنا عبد الظاهر ما شاء الله مصوبه جيده، ويمكن سبحان الله اول كوره لما نزلت في اول تغييره جابت ثلاثه بونت، قلنا هتفتح بقى. للاسف شاطت بعد كده اكتر من ست او سبع كور، للاسف ولا واحده بوم. نفس القصه يمكن رنا علاء في فتره من الفترات عملت لنا كامباك، يعني يمكن هو بدا بريم موسى حس ان هي ما اعرفش في ايه غيرها. ساره مغربي برده ما لحقتش، راح منزل رنا علاء، يمكن ربنا كرم رنا علاء في كورتين في خلال دقيقة ونص دقيقتين بستة بونت عملوا لنا كامباك. وتقى حطت برضه في الكوارتر الأولاني، يمكن هم دول الأربع ثلاثيات اللي جم. احنا الأفريج بتاعنا أعلى من كده، يمكن في سبورتنج هي ثلاثية واحدة اللي جت في أول الجيم بس، التصويب المتوسط كان بأمانة عالية، لكن كنسبة على فكرة احنا يكاد يكون ما شفناش ميديم شوت صحيح، لكن هم في البداية كانت مية حلوة، كان ليها نسبه كويسه قوي. من عوض صحيح، يمكن في الاخر ما يمكن يكون راجعه للياقه او التوتر، نسبتهم خفت شويه، لكن في الاول كانوا الميديم عندهم كويس صحيح جدا صحيح. وزي ما قلت لحضرتك لو تلاحظ في الكوارتر الاولاني والثاني بالذات كانت رنيم لما كانت موجوده كانوا بيشوطوا كتير من بره عشان الريباوند الى حد ما احنا مستحوذين عليه. انت لو تلاحظت ان الكوارتر الاول والثاني اغلبيته يا ميديم وعن طريق الاثنين دول بس فقط لا غير، يا 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 لعب على البيك اند رول واللعب بتاع. بس احنا برضه عندنا مشكله في البيك اند رول، لا احنا بتكلم بالنسبه لدفاعنا احنا، ما انا بقول لحضرتك هم احنا كنا بنحاول ندفع جيد، بس في لحظه كده تاخر او سنه يعني مش هنقول استهتار، يعني هي بتتاخر، ما هي البسط كده. لعلم حضرتك هي انا بخلق جزء من السنة اصعب وضع دفاعي بدافع عليه في البيك اند رول في البكايه، فهو فعلا. اصعب وضع لان هو بيبقى فيه اعمال ستار وصغير بياخد طويل والدنيا تبقى فيها لخبطه، فالنهارده ما كناش موفقين في الدفاع على البيك اند رول، هم كانوا موفقين قوي سبورتنج باللعبه دي. وخد بالك برضو ان في البيكات هي برضو اختلافات مدربين، انت ممكن بتعمل سوتشاي دي او ممكن بتطلع هيلد وريكفر بالظبط. يعني هي هم النهارده كانوا موفقين الحقيقه في الموضوع ده، ويمكن كوتش حضرتك قلت لي ان كابتن عمرو بيعتمد اعتماد كلي وجزئي على هذه اللعبه، يمكن ما شفناش اوفنس منظم، يعني ما شفناش واحد واثنين وثلاثه الخطط اللي دايما المدربين بتحب تعملها، شفنا اكتر حاجه تو مان بلاي وكل واحد بيشوف مين الفاضي ويدي التاني بالظبط. بص هي كمان اللي معللهم الموضوع دوت ان منة عوض لعيبه ذكيه جدا. بمعنى ايه؟ يعني انت بتحكم على اللعيب الذكي ان هو ازاي بيقرا الديفنس، هاو تريد الديفنس، فهي اما بتعمل لها بيك اند رول في اغلب الحالات او بتعمل لها ستار عشان بس الناس تعرف احنا بنقول ايه، اغلب الحالات المان بتاع البيفوت اللي طالع يعمل سكرين ما بيطلعش معاها، بيستناها تحت علشان ياخد بلوك لو كملها. فهي بتاخد الاثنين دريبل جامب ستوب ميديم شوت بتحط ونسبتها عاليه جدا. احنا ما قريناش في الكلمه دي القصه دي، حط كتير من الموضوع ده صحيح. نفس الحكايه اوقات كتير كان عمرو برضو ذكي يعني طبعا فكان بيخلي اللي بيعمل البيك ما حلو، فحتى لو حصل سويتش او حصل دروب على منة عوض بتطلع لمية حلوه بتاخد اوبن شوت بالظبط. فكان في تريكه دايما ان دايما ساعات كتير قوي مية حلوه هي اللي بتعمل هو ده كانت مقصوده طبعا لان دي ما ده شغل مدرب، ما هو مش اي حد هيروح يعمل سكرين، هو بيقول لهم مين وهنعمل ايه تمام. في الناحيه الثانيه الوقت طويل قوي، بص الفرق معانا النهارده ان هاله برده مش في حالتها في الاتاك
هلا مغطيه الملعب بدنيا زي الفل. ما بقول لك مغطيه الملعب بالظبط, مغطيه الملعب ريباوند هنا وريباوند هنا, بس عملت بنتريشن كتير وشاطت اوف بوزيشن, فالكره بتمشي فاهمني. فبرضه فارق معانا كتير. هلا يعني هلا لما تبقى في الاتاك في ربع مستواها بتفرق معاك كتير فاهمني. لكن وحش تحت الباسكت, بس برضه سبورتنج ما شفناهوش غير في انواع دفاع كتير يا كابتن. ما قدرش, ما انا قلت لك ما قدرش 40 دقيقه مان تو مان, ده ما غيرش في اللعيبه هيثم. ما غيرش في اللعيبه, ده ما غيرش في اللعيبه. اقول ممكن يغير في تشكيل الدفاع, ممكن كان قلب زون مثلا. ده هو كان ساقط يعني, في حاجتين في مبدئين, في مبدئين انا ما غيرش فيهم دفاعي. نمره واحد ان انا ما عنديش لعيبه كتير او كسبان, والحاجه الثانيه الدفاع ده ماشي اغيره ليه بالظبط فاهمني. يعني انا بلعب دفاع وماشي, والتحالتين ثلاثه متوفرين بالظبط, ما لجاش مغير بالظبط كده. يعني انا رايي ان السهل كابتن عمرو عاشور. لا 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 عمرو خبرات, لا صديقه لا خبرات يعني خبرات. بس انا بقول لك انا رايي الجيم ده احنا ما تعديناش نفسيا كويس دي نمره واحد, زي ما انت قلت حاله من التراخي علشان احنا خدنا البطوله في الجيم المصري يا كابتن. وبرضه مش لعيبه كتير بتلعب الجيم عشان الجيم ده ماتش سبورت. يعني خلاص انا خدت البطوله, فبالنسبه لي الموضوع انتهى. انا يعني ده مرجح ان الحاله بتاعت النادي الاهلي كابتن استثناء اثنين ثلاثه لعيبه يعني دينا عمرو. دينا عمرو بتلعب بحماس, هي طول عمرها كده. ريم بتلعب بحماس, رنا واقفه على رجليها, وهاله بتلعب بحماس, بتلعب بحماس بس مش موفقه. وعندك كمان نور علي طلعت بتلعب بحماس بس مش متوفقه بالظبط كده فاهمني. فانا اعتقد ان يعني هي عارف الجيم ده لو يفصل في البطوله لا كنت هتشوف فريق النادي الاهلي صوره ثانيه. بس انا ارجع واقول برضو حاجه, انا عايز اتكلم على نور علي طلعت. حقيقه لعيبه هايله, خمسيه مصر يعني مريح. بس نور يعني الفينش, يعني دايما اقول ايه, لو الفينش اتظبط معاها 30 40 بونت. بص نور مشكلتها ان احنا كلنا بنتكلم في الباسكت المدربين ما بنقعد شاز نو ستايل. مالها؟ مالهاش ستايل. مالهاش يعني ما. نور ما تتوقع ما إيه؟ تعرفش اعمل ايه؟ ممكن ترمي لك الكوره كده, ترمي لك الكوره كده تيجي, فتعودت على كده خلاص. ولا ومقصره جدا. وبعدين طبعا انت عارف سيد مصر, انت لعيب باسكت وعارف ان في ساعات الكوره بتحب تروح لحد صحيح. نور بتروح لها الكوره واقفه مكانها, ما تعرفش ازاي زي الكابتن سلعاوي زمان فاهمني. فتاخد الكوره نور بكل السوق ده ممكن تحط لها 12 15 بونت النهارده. انا بقول لك تخيل لو ظبطت بقى الفينش ده, ممكن لو ظبطت الفينش ما تعرفش كويس يعني لو ظبطت الفينش هي ماشيه كده كويس. لا بس هي لعيبه طبعا, احنا بنحلل يعني ايه تحليل بنقول خلي الناس. بس هي نور مؤثره جدا جدا, بس لو الفينش بس حته الفينش تظبط يعني التيمبو, يعني حتى سرعه الفينش. ساعات ترمي الكره بسرعه وساعات ترميها بالراحه وساعات تحطها. لو الفينش ظبط انا بقول نور والله مش اقل من 30 بونت كل ماتش. الهابتس او العادات اللي بتكتسب في كره السله من الصعب تغييرها بعد الكبر دوت فاهمني. فهي يعني انت عندك مثلا, هديك مثلا عماد محمود, الكابتن عماد محمود عمد الرايق طبعا كان بيشوط باغرب ستايل فيك يا مصر في العالم فاهمني. بس من اعلى النسب اللي فيك يا مصر بيجي هنغيرها له ايه. وكابتن عماد محمود غير الفكر كمان في ايه, انه كانوا زمان الجاردات كانوا قصيرين دايما يبقى الفكره بقى هو ثلاثه اطول ثلاثه لعبت في مصر من زمان, ثلاثه لعب في مصر وبيشوط كده خلاص باشا. بس هاجي بعد ما اكبر اغير له ستايل مش عارف فاهمني صح. بس كابتن خلينا نرجع برده للحته البدنيه. النادي الاهلي النادي الاهلي طول الماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه بدنيا محافظ على نفسه, وكمان نادي سبورتنج حق يقال الاثنين يعني اللي بداوا بنفس القوه نهوا بنفس القوه. يعني ما حسيناش ان في فترات الناحيه البدنيه للفرقتين وقعت, لا اللي كان بيفرق الناحيه الفنيه. هو اللي كان فارق في الموضوع ده الاستعجال. صحيح الاستعجال صحيح. يعني بدنيا برضو خد بالك ان بدنيا لا سبورتنج في الكوارتر الثالث والرابع يعني برضه هي حته توتر يعني حتى عمرو عشان خد هو كسبان عشان ياخد راحه لان لو كان السكور نزل شويه كانت فرطت العقد فاهم ازاي. لكن هو عايز يحافظ على السكور ده. لكن الاهلي ما شاء الله الاخر, لا بقول لك ما شاء الله اللهم صل على النبي ريم موسى اسرع من اي لعيب راجل مش يعني لو ولاد بتلعب ولاد يعني 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 لعيبه اوروبيه مستوى هي جامد فانت نقلت الملعب, عملت ترانزيشن كتير جدا, رحت 3 على 1 كتير, رحت 4 على 2 كتير. سريم بتعمل حاجه في منتهى الخطوره اللي ممكن يعني ريم بتخش في قلب الدفاع, تخش في قلب الزون وتطلع كور للشويطه. الموضوع ده بيخلخل اي دفاع. بص يا كابتن هي القماشه بتاعتها واللي معاها
اللي معاها مساعده هي بتعمل الحته دي وتعمل الجامب ستوب من جري وتقف دي محدش بيعملها يعني فاهم ازاي وبتطلعها بس هي مفيش توفيق يعني انا بقول لك هي لو عملتها النهارده كتير دخلت في قلب الدفاع وتنقل لبره هي لعيبه ما شاء الله تخش وكيك اوت تخش وكيك اوت دي مخلخله اي دفاع لو موفقين احنا شويه كانت فرقت كتير عدت عليك موضوع الريف دوت ريم جت السنه اللي فاتت انا طبعا بتابع وانت عارف ان اولاد النادي الاهلي دول اولاد ريم كان عندها مشكله ان هي بتعمل الطول دوت بس بتطلع كور على مستوى الاوروبي فبتلاقي اللعيبه مش لحقها مش لحقها مش فاهمين فاحنا او بتدي في المكان اللي يعني هي المفروض انت تقف فيه بالظبط فانا يعني حد ما اتكلمت مع طلع ريم يعني انت جايه من ليفل عالي شويه فلازم تنزلي شويه من الليفل بتاعنا علشان في الاخر بيبان ان انت اللي بتعملي المستيكس بس صحيح ودي حقيقه كانت يعني كان ليها تيرن اوفر كتير وممكن هي مش غلطانه يعني مش غلطانه هي المفروض كده بس انا المفروض ابص الكره هنا بالظبط كده والمفروض اللاعب يقف سرعه الجري بتاع الدغري اللي كنت طالع معاه زي على فكره في نقطه مهمه قوي انا كمدرب حتى لو مدرب عالي جدا انا لازم العب على القماشه اللي معايا بحاول اطور واعمل كل حاجه لكن لازم اللي انا بديه يكون على قد امكانيات القماشه بتاعته صحيح وبالمثل اللاعب لازم يكون هو قاري انا ممكن اكون عالي جدا وفكره عالي جدا بس مش هيطبق بقى الله ينور عليك في القماشه فدي بترجع للعيب والمدرب بقى لا زي ما كابتن سابر قال لا بيتكلم معاها لا خدي بالك ان ممكن ما حدش ياخد باله من الباصه دي باصه عبقريه ما فيش حد هيعرف ياخد باله لازم تبقي مأكدها اكتر فهي دي وده على فكره نجاح كبير ليها لان فعلا السنه اللي فاتت كانت بتطلع كور كتير بيبان انها ميس باص منها لكن هي عدم توقع من المستلم او اللي هيستلم منها لا هي السنه دي يعني احنا لو شفنا الجيم ده باستثناء لا ما عملتش ما عملتش هي ما استعجلها الكوره جت في رجليها بتاعت ما فيش اخطاء في التمرين النهارده ما عندهاش اخطاء في التمرين يعني ما شاء الله عليها ما عملتش اي اخطاء من دي لكن في حين برضه ساره كانت كويسه كانت كويسه بس ما اعرفش يمكن ممكن يكون في اصابه احنا ما نعرفش او حاجه لان انا كنت سامع قبل كده ان يمكن يعني ممكن يكون ظهرها مش في حق ما اعرفش يعني هم يعني طيب. صراحه دي مش طيب عارفة. خلينا نروح لارض الملعب مع زميلنا طبعا مراسلنا كريم احمد وبعض اللقاءات المهمه وارجع لحضراتكم تاني معانا كريم احمد اتفضل يعني بعض اللقاءات المهمه سعيد كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان اكيد طبعا بنبارك للنادي الاهلي بقياده الكابتن ايهاب الالف المدير الفني اللي بنبارك له طبعا يا كابتن ايهاب الف مبروك النهارده قابلكم باد لك شويه النهارده لكن حاسمين البطوله وحاسمين الاداء واداء رائع جدا حابب تقول يا كابتن ايهاب في اللحظات دي لكل الابطال وكل البنات اولا الحمد لله على المكسب البطوله بغض النظر على الجيم النهارده جيم النهارده احنا بصراحه ما كناش متوفقين النسب غير طبيعيه اول ماتش فريق النادي الاهلي نجيب 51 بونت اول مره احنا بنجيب الماتش اللي فات بيننا وبين سبورتنج كان 86 79 النهارده بنجيب 51 بونت حاجه مش طبيعيه فعلا يعني باد لك يعني ما كنتش اتمنى ان يبقى اخر مباراه يعني في الختام نكون مش متوفقين قوي كده لكن الحمد لله على المكسب لان هم احنا حسمنا البطوله قبل نهايه المرتبط بمباراتين لان سبورتنج خسر من هليوبلس واحنا كسبنا هليوبلس رايح جاي الحمد لله في الدورتين فالنهارده بس هو باد لك وعدم توفيق بدليل ان احنا جبنا 51 مود ده هجوميا دفاعيا ما كناش في فورمتنا العاديه او حالتنا الطبيعيه النهارده لكن انا حابب بس اشكر البنات على الاداء المشرف ال 17 مباراه متتاليه بدون خساره حاجة إنجاز وحاجة كبيرة جدا وارد إن الفرقة البطولة يروح منها ماتش الحمد لله إن هو راح في يعني بدون حسابات أو بدون تأثير على 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 على, على بطولة الدوري المرتبط السنة اللي فاتت كنا خلصنا كده بس كنا خسرنا ماتشين يا كريم النهارده إحنا بنخسر آخر مباراة بس قدام فريق سبورت وفريق كبير وفريق محترم لكن هو الماتش كباسكت بول ما كانش ممتع زي ماتشاتنا اللي فاتت او ادائنا ما كانش على المستوى المطلوب لعيبه النهارده مش متوفقه نهائيا النهارده في التايم اوت احنا عاملين 11 تن اوفر واخدين 15 ستيل جايبين 3 من 19 في التو بوينتس جايبين 2 من 15 في التري بوينت يعني قصد نسب في الباسكت بول الناس اللي موجوده في الاستوديو المفروض يعني هتتكلم فيها نسب غير طبيعيه يعني بدلك غير طبيعي
مش متوفقين، فالحمد لله. لكن البنات عاملين مجهود غير طبيعي، 17 مباراة متتالية. عندي إصابات كتير، مش بحب أقول كده، لكن عندي إصابات في مكان واحد، يعني في بوزيشن 2، يعني هو عندي إصابات. سهيل هشام اتصابت، تقى امبارح أصرت إن هي تلعب وهي عندها يعني كدمة جامدة جدا في مناخيرها، ما رضيتش تعمل حتى أشعة عشان ما تخافش هتعمل بعد المباراة. دلوقتي عامل منا يحيى بتاعت الحلقة عندها إصابة في ركبتها بتتأهل. فنقصد إن يعني إصابات، والحمد لله الفرقة ماشية، عندنا 19 لعيبة، عندي 4 بنات مستقبل النادي متصاعدين من تحت 18 سنة. ده المكسب بقى الحقيقي اللي هم ادونا يعني روح في التمرين وعدد بيساعدنا كتير جدا. كانوا بيلعبوا الماتشات اللي فاتت، النهارده ما كانش حد موجود منهم عشان ده مباراة تتويج، بحط 12، عندي 18 بنت بحتار احط ال 12. ده النجاح الحقيقي مع بطولة المرتبط. ان شاء الله احنا املنا ان شاء الله واحنا محضرين، احنا ان شاء الله دي اول بطولة، ان شاء الله نحافظ على لقب الكاس، وان شاء الله نرجع دوري السوبر باذن الله السنة دي ان شاء الله، وده اللي احنا متفقين عليه مع اللعيب. شكرا، الله يخليك. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد، واكيد بيضمننا كمان عدد من لاعبات النادي الاهلي. كابتن سهيل هشام مبروك النهارده، طبعا كنا بنتمنى ان انتم تفوزوا، لكن انتم محققين نتائج رائعه جدا، كمان سكور مميز جدا بالنسبه للمباراه اللي فاتت. حابه تقول ايه لكل زمايلك وبعد التتويج النهارده؟ طبعا الف مبروك للفرقه كلها، احنا تعبنا جدا السنه دي والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر. طبعا كان نفسنا نكسب الجيم ده، بس قدر الله ما شاء فعل. احنا في الماتش اللي احنا لعبناه في اسكندريه كنا كلنا فول تيم وكنا مركزين اكتر من كده، انت عارف الفرحه بتاعه البطوله وكده خلتنا ما نركزش شويه في الماتش، بس الحمد لله ربنا ادينا على قد تعبنا وعلى قد تعب كابتن ايهاب معانا، فالحمد لله. لسه كنت اكلمك على كابتن ايهاب، ازاي قادر يلم الفرقه ويوقفكم عندكم بعض الشباب والخبره، ويمكن مادين اداء رائع جدا، بتتكلموا مع بعض ازاي، وكابتن ايهاب ازاي مأهلكم ان الهدف هو البطوله فقط لغايه من الاول خالص، واحنا متفقين ان السنه دي ان شاء الله نحاول نبذل كل جهدنا ان احنا ناخد الثلاث بطولات. كابتن ايهاب طبعا قبل الجيم اتكلم معانا وقال لنا ان احنا قدها وقدود واحنا رجاله، فاحنا ركزنا والحمد لله اخذنا البطوله. الله يبارك فيك. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد، وزي ما بنقول طبعا كل نجمات فريق النادي الاهلي، كابتن نجانا مصطفى احد النجمات النهارده، بقول لك مبروك النهارده للفوز بالنسبه للبطوله، متعودين على المكسب ومتعودين على البطولات، حابه تقولي النهارده بعد التتويج النهارده؟ الحمد لله ان ربنا وفقنا وخدنا البطوله دي وكسبنا كل الماتشات فيها الا اخر ماتش، عشان كان بريشر كتير قوي علينا ان احنا لعبنا كل الماتشات كويس وكنا بنطلع كل اللي عندنا في كل الماتشات، فجينا اخر ماتش ربنا ما وفقناش وكنا تعبنا وبقالنا كذا ماتش عمالين نلعب ورا بعض وجامد، فربنا ما قدرش يوفقنا في الاخر، بس احنا الحمد لله كسبانين كل البطوله بكل الماتشات، ما خسرناش ولا ماتش، فالحمد لله ان احنا تعبنا من اول السيزون، بنتمرن من بدري وبنتمرن جامد قوي عشان ان شاء الله ناخد 3 بطولات السنه دي ان شاء الله، ودي اول واحده. جمهور النادي الاهلي لو كان موجود كان هيبقى ليه تاثير على ما اعتقد بالنسبه لكم كبير جدا. طبعا ليه تاثير جامد قوي، وكلنا نتمنى ان الجمهور يرجع تاني، لان هو هيبقى سبب كبير قوي من ان احنا نكسب ويحفزنا، وان من غير الجمهور النادي الاهلي ولا حاجه، وطبعا الجمهور اهم حاجه في النادي الاهلي والروح بتاعت الجمهور. تقولي لكل زمايلك البطولات اللي حققوا البطوله دي؟ مبروك، وان شاء الله ان شاء الله الثلاث بطولات الجايين، ونموت نفسنا في كل البطولات ومن غير ولا هزيمه تاني ان شاء الله، ونفضل كده على طول وربنا يكرمنا ان شاء الله. ميرسي. كل الشكر والتقدير للنجمات للنادي الاهلي، واكيد الكابتن زينب الزيني طبعا احد النجمات فريق النادي الاهلي اللي بتتوج النهارده مع الفريق. مبروك، بطوله مهمه زي ما بنقول، ان شاء الله الفتره اللي جايه بطولات. حابه تقولي ايه في اللحظات التتويج بالنسبه لك؟ اول حاجه احنا فرحانين جدا ان احنا كسبنا، وبنهدي البطوله لكل جماهير الاهلي، وعايزين نقول ان احنا هدفنا السنه دي الثلاثيه ان شاء الله، واحنا تعبنا جدا، وكابتن ايهاب وكابتن جيت تعبوا معانا جدا، وده يعني مجهود تعبنا، فالحمد لله، وان شاء الله بنوعد الجماهير كلها بالثلاثيه السنه دي، وهم يدعوا لنا ويدعمونا، ونوعدهم السنه دي احسن من السنه اللي فاتت بكتير ان شاء الله. رسالتك ايه لزمايلك النهارده اللي حققوا الموسم الجاي اللي انتوا بادئينه بشكل جيد جدا، تحبي تقول لهم يا كابتن؟ طبعا انا احب اشكر الفرقه كلها، وكلنا تعبنا وعندنا اصابات، بس احنا قادرين نكمل، ويعني لا بنوعد الفرقه السنه دي احسن من السنه اللي فاتت بكتير، وهدفنا السنه دي اعلى من السنه اللي فاتت. ربنا يخليك. اكيد مستمرين معاكم كابتن نيران عبد الزار كمان اللي هتنضم لنا دلوقتي. كابتن نيران طبعا مبارك لك النهارده على الفوز وعلى البطوله، وليه اللي بيمثل لك النهارده الفوز بالنسبه لك، وحابه تقول ايه في اللحظات دي؟ طبعا ان احنا كسبنا الدوري المرتبط دي ثالث سنه على التوالي، دي حاجه كويسه جدا لينا، وطبعا هتتكتب في تاريخ النادي ان احنا دي ثالث سنه ناخده، وان شاء الله عايزين السنه دي ناخد الكاس برده، تبقى دي ثاني سنه على التوالي، وناخد ان شاء الله بقى دوري السوبر، ده بقى لنا كتير قوي ما خدناهوش. عندكم بعض الاصابات، هل اثرت عليكم ولا كابتن ايهاب كان عنده البديل الكفء اللي هو يقدر ينزل يعمل حاجه زي كده؟ الحمد لله، الحمد لله احنا يعني فرقه متكافئه، ودايما في كل بوزيشن في اكتر من حد، طبعا الاصابات
اثرت علينا بشكل او باخر، بس يعني الحمد لله في ماتشات عرفنا نعوض فيها، بس النهارده الفكره بس ان احنا ما كناش متوفقين. قولي لي رسالتك ايه لكل زمايلك قبل طبعا ما ننهي معاك اللقاء، تحبي تقولي لكل زمايلك النهارده؟ طبعا انا بشكر زمايلي كلهم واحده واحده، وبشكر الجهاز الفني واولهم كابتن ايهاب الالفي على الشغل الكبير قوي اللي احنا عملناه من اول السيزون ده، وبرده المتراكم على شغل السنه اللي فاتت، وهو ده اللي خلانا هنا دلوقتي، هو ده اللي خلانا البطل. مبروك من جديد طبعا لكل نجمات فريق النادي الاهلي اللي مستمرين معاكم طبعا، مبارك لك النهارده على الفوز وعلى البطوله، متعودين منكم انتم ان انتم بتحققوا لنا البطولات، قولي لي النهارده بالنسبه لك البطوله عامله ازاي؟ اولا الله يبارك في حضرتك، احنا الحمد لله كنا كسبانين من الاول ونازلين بنلعب فور فن، بس عاملين اهتمام ليه، بس الحمد لله يعني ربنا ما كانش موفقنا وكنا بنضيع كتير، بس الحمد لله يعني احنا ناهيين البطوله من الاول. كابتن ايهاب بيتكلم معاكوا ازاي وبيتعامل معاكوا ازاي، وشايفه الضغوطات والصعوبات والاصابات اللي كانت عندكوا دي هل اثرت عليكوا شويه ولا لا؟ هي الاصابات صراحه اثرت علينا جامد، يعني الديفندر بتاعتنا سهيله هشام كانت مصابه واثرت معانا، بس الحمد لله يعني قدرنا نسيطر على الموقف وكسبنا فرق قليل، بس ان شاء الله المرات اللي جايه نكسب كل ميرسي. مستمرين معاكم، وكمان معانا كابتن فريق النادي الاهلي كابتن نادين عمرو، طبعا مبارك لك النهارده على البطوله وعلى الفوز، كنا بنتمنى ان انتم تكسبوا النهارده، لكن قابلكم سوء توفيق كبير على ما اعتقد النهارده. الحمد لله احنا عملنا اللي احنا نقدر عليه، هو فعلا كان باد لك معانا قوي النهارده، وفي نفس الوقت يعني كنا نازلين مريحين شويه ان احنا خلاص ابطال دوري مرتبط، بس ان شاء الله كاس والسوبر في النادي الاهلي باذن الله يعني. كابتن ايهاب بيتعامل معاكم ازاي الفترة اللي فاتت؟ ازاي قادر ان هو يبقى عندكم بيجدد الدوافع على طول ان الهدف في النادي الاهلي هو البطولة فقط لا غير؟ هو كابتن ايهاب الصراحة عمل معانا مجهود كبير قوي، ميتنج قبل الماتش وميتنج بعد الماتش، وبنحضر قبل كل جيم كويس قوي، بنعرف ازاي نلعب عليه اوفنس وديفنس، مش مقصر معانا في أي حاجة، وان شاء الله الفترة الجاية يبقى في أحسن من كده كمان الحمد لله يعني. لو واخد منك رسالة لكل زمايلك الموفقين إن شاء الله الفترة اللي جاية كمان وعلى الأداء الرائع ده ككابتن فريق النادي الأهلي، تحب تقول لهم يا كابتن دي؟ عايزين نلعب بروح الفانيلا الحمراء يعني، وبإذن الله السوبر في الأهلي وكأس مصر كمان إن شاء الله بإذن الله. ميرسي جدا، كل الشكر والتقدير لكل نجمات فريق النادي الأهلي على هذه البطولة الرائعة، إن شاء الله تكون انطلاقة جيدة ليها الكابتن إيهاب الألفي المدير الفني لكرة السلة نساء كرة السلة بالنادي الأهلي. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد، وفي خلال لحظات إن شاء الله هيكون معانا عدد من لقاءات أولياء الأمور اللي ليهم مفعول السحر وتأثير كبير جدا طبعا على كل بطلات النادي الأهلي، بيقوموا بدور كبير، هي عائلة النادي الأهلي طبعا، عائلة النادي الأهلي الرياضية اللي أكيد منتشرة في جميع الأعاد. لكن في هذه اللحظات كابتن هيثم السعيد عودة ليك، ولو فيها استفسار اتفضل يا كابتن هيثم. الزميل كريم حلوه مع اللاعبات، كابتن ايهاب الالفي كان صريح جدا في كلامه، بس خلونا اقول حاجه، المكسب حلو الحقيقه، يعني البطولات لما يعني بتخلص بشكل مريح حتى في الماتشات الختاميه بيبقى الموضوع احسن، بس انا بحترم الحقيقه صراحه الكابتن ايهاب الالفي لانه قال النهارده احنا حطينا 51 نقطه، وده مش معدل تهديف الفرقه المعتاد عليه، اخر مباراه مع نادي سبورتنج نادي الاهلي حاطط 86 نقطه، النهارده حاطين 51 نقطه، يعني فرق 35 نقطه في الهجوم، ده فرق كبير، ده ماتشات بتخلص ب 35 نقطه بس. قال كمان ان انا عندي اصابات في مركز واحد فقط اللي هو مركز اثنين، وده يعني لو ده اللي يدل ان احنا مشكله التصويب شويه، لان مركز اثنين هو اكتر اللاعبين المفروض تصويبا على الحلقه او اعلى نسبه تصويب على الحلقه بيكون في مركز اثنين. قال كمان انه عنده النهارده كان يتمنى الفوز ولعب على الفوز، وطبعا دي حقيقه صراحه كويسه منه انه قال انا لعبت على الفوز ولكن ما توفقتش، كنت اتمنى اتوفق ولكن المهم ان احنا خدنا البطوله. الراجل شكر لعبته كمان او لاعباته، قال ان هم بشكرهم طبعا على كل ال 17 ماتش، يمكن 17 ماتش اتلعبوا بدون هزيمه او هزيمه واحده اللي احنا شفناها دي، فكان لازم يشكرهم. شفنا الحقيقه فريق 16 سنه للناشئات اللي هو فريق مرتبط، الحقيقه يعني برضو ما يقلش اهميه عن الفريق الاول ان قدروا ياخدوا ماتشات كتير جدا، وحطوا يمكن الفريق الاول فرق 6-7 نقط في دوري المرتبط، كل التحيه والتقدير لهذا الجيل. يمكن ارجع لكابتن سيد، برضو دوري المرتبط ده بيبقى ليه حسابات مختلفه شويه يا كوتش سيد، يعني بيبقى ليه حسابات ان انت لازم يكون معاك مرتبط كويس، الدرجه الاولى لازم تكون عامله يعني اللي عليها، على الاقل تبقى متساويه مع الفرقه اللي بتنافسها، فمش عايزين نغفل ابدا دور 16 سنه. لا طبعا دور 16 سنه مؤثر جدا، ما هو دور 16 سنه خد بقى بالناحيه العكسيه، النهارده سبورتنج ده خسر البطوله قبلها بثلاث مباريات، هو خسر ماتش اليوبلي الصحيح،
بس هو بيخسر قبل البطوله وتنتهي بثلاث ايام عشان فرقه المرتب بتاعته ما كسبتش حد. صحيح. فاهمني؟ صحيح. فمخلص على البطوله، فلازم الناس تشتغل في خصوصا في دار المرتبط ديت، لازم تبص على فرق الناشئين عندها. صحيح. لازم تجهز قاعده ان بعد انا كل سنه عندي فرقه 16 لازم تبقى جامده، لازم عندي فرقه 16 تبقى جامده، سواء بقى بتشتغل في القطاع سواء تشتغل من بره. انا يعني عايز احيي طبعا فرقه 16 سنه لسات ما خصوش السنه دي غير جيمين تقريبا مدربهم السيد وسموحه مع مدربهم احمد ابراهيم وربنا يوفقهم ان شاء الله ويكون بطوله الجمهوريه من نصيبهم، لان ده المحك الاساسي لفرق الناشئين مش فرق. طب في السن ده في فرق زي سموحه عامله ايه؟ الاتحاد عامل ايه؟ سبورتنج؟ بص يعني اقوى ثلاث فرق في البطوله ديت في المرتبط سموحه والاهلي والصيد. الصيد دايما في السن ده ولاد وبنات الحقيقه يعني طبعا عندنا مشكله مزعجه جدا ان فرقه زي الصيد طول عمرها من فرق البطوله النهارده بتقالها سنتين ما بتلعبش في السن الكبار. امتى نشوف يعني خلينا بقى باي ذا واي كده بنتكلم معلش يا كوتش، يعني نادي الصيد انا شايف دايما عنده 16 سنه 18 14 فرق بتخبط في الفرق الكبار، امتى نشوف عندهم فريق درجه اولى كويس؟ طول عمر فريق الصيد غير عنده درجه اولى كويس. طب ايه اللي حصل؟ بص هو علشان هي المقاومات مختلفة في نادي الصيد، فمش يعني اسبابها يعني البنات هناك بيلعبوا من غير عقود من غير حاجة مش عارف ايه، البنات بيلعبوا الحب اللعبة طول عمرها في نادي الصيد كده اهو، فالعمور بقت متغيرة شوية، ففي أي وقت ممكن البنت ما تبقاش موجودة مع المدرب، في أي وقت تسيب الفرقة وتمشي، يعني هم بيلعبوا عشان الحب للنادي. لكن أنا يعني أنا رأيي إن التراكمات الكتيرة بتاعت نادي الصيد اللي من سنتين واللي طالع لهم السنة الجاية واللي بعديهم المفروض إنهم يبقوا أقوى من أقوى فرق في مصر. لازم ربنا يوفقهم ويخططوا صح. خلي بالك المجلس اللي جاي يعني طبعا السيد محسن طنطاوي رئيس النادي راجل فكره واسع وبيقدر وبتهيألي لو اتعرض عليه وكمان مشرف اللعبة كابتن عمرو الصادق كمان هناك يعني أصلا كان لعيب باسكت فنقدر وعنده ولعيب باسكت كويس، فبتهيألي لو الامور دي اتحطت قدام المجلس ان احنا عايزين نعمل فريق اول ونبتدي نشتغل عشان نوصل ممتاز لازم نادي الصيد يبقى له وجود في الممتاز. والله بص يعني هو كل واحد اضرب باسلوب عمله داخل ناديه، لكن احنا بنتكلم من بره ان احنا شايفين احنا بنتكلم حب انا بقول حب للعبه، احنا شايفين ان نادي الصيد في القطاع الانسات بقاله 10 سنين على طول بيكسب وبينافس في ايه المشكله بقى عنده فريق اول سيدات؟ فريق اول سيدات عنده كويس، مثلا السنه اللي قبل فاتت واخد تاني المرتبط والسنه اللي قبل فاتت استمراريه بقى. بص بيبقى فيها داخل في حاجات كتير انا ما اعرفهاش فاهمني، لكن انا بقول لك نادي الصيد طول عمره حتى وانا ماسك كان في جيل جامد جدا بينافسنا في النادي الاهلي، وبعد كده عملوا جيل تاني بينافس النادي الاهلي ونادي سبورت، ودلوقتي عندهم جيل السنه اللي قبل فاتت واخدين تاني البطوله العربيه واخدين تاني الدوري المرتبط وتاني الدوري الممتاز ما شاء الله، فجاه راحوا عاملين كده ف يعني هم اضرب بظروفهم، لكن احنا بنقول نتمنى ما بقول لك انا كل طبعا لان ده هيبقى يضفر كره السله المصريه كبيره، عندهم السورس اللي يخليهم كواي ان قطاع الناشئين شغال عندهم كويس، برافو عليك، بس عندهم بنيه تحتيه كويسه بالظبط، في ملاعب وفي اعضاء وفي قاعده. اعتقد المهندس عمرو الصادق اكتر واحد ممكن هو يكون صحيح. بيتكلم فيها واكيد هو ما يحط ايده على المشاكل هيدويها طبعا. يعني انا بسال حضرتك ليه؟ لان حضرتك طبعا ماسك اكاديميات النادي الصيد هناك يا كابتن، تمام، وحضرتك اضافه كبيره هناك، وكمان يعني انت شايف النادي الصيد الحقيقه من الانديه اللي الواحد بيتمنى يشوفها تاني على الساحه، يعني انا نادي 6 اكتوبر في الباسكت شايفه طالع، انا سعيد جدا بنادي 6 اكتوبر عشان القطاع اللي عنده تحت شغال كويس، سعيد جدا ليه؟ لان ده في الاخر يعني وفرحان مثلا سوري يا كابتن ان نادي الزمالك ابتدى يهتم، يعني ابتدى الزمالك نادي الزمالك بيتكلم على الباسكت في مصر اول مره يبقى عنده فرقه، هم مش داخلين مرتبط عشان هم درجه ثانيه بس عنده فرقه 16 هتنافس بطوله الجمهوريه بقوه، ابتدوا يهتموا في فرقه الدرجه الاولى ان شاء الله السنه الجايه يطلعوا ممتاز. خلي بالك يعني مثلا نادي الزمالك من ضمن الانديه من 2009 ما فيش بطوله مثلا من 2008 ما فيش بطوله، يعني انا شايف برضو ان ابتدوا يهتموا وحطوا قاعده حتى في الولايات الصغيره في المدير الفني هناك كابتن عصام حميد من اكفأ المدربين الحقيقه المدير الفني، فهو كل ده في الاخر بيصب على ايه؟ في مصلحه ايه؟ مصلحه كره السله. يمكن دكتور حضرتك تشاركنا في ده ان الانديه يعني بعد ما بعد 2011 بعد الثوره واحداث الثوره في انديه كتير جدا قفلت زي انديه البترول بدون ذكر اسامي، زي انديه مثلا في الشرطه كانت عامله نادي كويس في الباسكت ولكن الميزانيه قلت جامد طبعا بعد الاحداث دي، الانتاج الحربي في انديه، فطبعا لازم يستعيد وياخد دور الانديه دي او انديه المؤسسات والشركات، لازم انديه نادي الصيد نادي 6 اكتوبر نادي سبورتنج نادي الهليوبليس لازم ترجع الانديه دي لرياضتها تاني. بص يا كابتن طبعا انا مع حضرتك في كل اللي بتقوله ده، ويمكن انا يمكن نادي الانتاج الحربي بصفه خاصه كان كمان في الباسكت طلع طلعه جامده جدا، كان بينافس في من حوالي كام سنه كده يمكن في لقاء حتى كسب فيه النادي الاهلي فيه كدرجه اولى كرجال،
هي بتتلخص في حاجتين يا كابتن متهيألي من وجهه نظري. خلينا نروح ارض الملعب يا دكتور، ومعانا زميل كريم احمد، ولقاء مع بعض اولياء الامور اللي بيبقى لهم دور كبير جدا في البطولات زي اللي احنا شايفينها. اتفضل يا كريم. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، الف مبروك طبعا لانسات كره السله بالنادي الاهلي. ويمكن طبعا معانا دلوقتي يمكن اصحاب الفضل زي ما نقول، طبعا امهات اللاعبات المميزات اللي ليهم دور كبير جدا، وزي ما بنقول هي عائله النادي الاهلي الرياضيه. معانا كمان يمكن والده كابتن جنى مصطفى ووالده الكابتن رنا وياسمين علاء وزوج كمان الكابتن ايهاب الالفي. ابدا مع والده الكابتن جنى مصطفى. طبعا في البدايه حابه تقولي ايه لجنى وللفرقه على المجهود والاداء الكبير ده؟ اقول لهم الف مبروك، وكنت اتمنى النهارده كمان يكسبوا، لكن انا سعيده بان هم يعني ان هم الحمد لله ما فيش ولا ماتش خسروه، بس النهارده ما كانش فيه توفيق خالص، ما كانتش ماشيه معاهم. كنا الف الف مبروك ليهم، وان شاء الله عقبال الكاس والدوري باذن الله. دوركم لا يقل دور عنهم وعلى المجهود اللي بيعملوه في الملعب، بالعكس ده انتوا دوركم اكبر من كده، خارج وداخل الملعب ودراسه وحاجات كتيره جدا، يعني دوركم كبير جدا، واكيد بنوجه لكم الشكر، وكمان هم اكيد هيشكروكم على حاجه زي كده. والله هم بيتعبوا اكتر مني، احنا بنتعب وهم بيتعبوا، وهم برضو عليهم لود كبير جدا، جامعه ومعسكرات وتدريب وامتحانات وضغط، واحنا بنحاول نساعدهم، بناخدهم معانا نوسع لهم نجيبهم، بنحاول نوفر لهم وسائل الراحه زي ما بيقولوا، لكن هم برضو بيتعبوا جامد جدا. ربنا ممكن تقولي لجنى الفتره اللي جايه بتتمنى لها ايه الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي؟ مع النادي الاهلي ربنا يوفقها ان شاء الله، عندهم كاس ودوري، دول حاجه مهمه جدا، احنا السنه فاتت خدنا الكاس، نتمنى ناخده السنه دي كمان، والدوري بقى ان شاء الله بيبقى بتاعنا باذن الله. باذن الله. كمان معانا والده رنا وعلاء وياسمين علاء، انت عندك بقى دور كبير شويه يعني هنا في الفيرست الدرجه الاولى، وكمان في الناشئين، شايف في 18 كمان، ده بيسبب عليكي ضغط كده، ولا انت يمكن قادره ان انت طبعا تعملي كل حاجه بصدر رحب، لان هم ابطال ودي الحاجه المميزه جدا؟ الحمد لله نحمد ربنا، هم طبعا مجهود ليهم هم، واحنا واقفين معاهم وبنساعدهم في ظهرهم، وربنا يكرمهم يا رب ويكرم البنات كلها، ومجهود كبير، وكابتن ايهاب الحمد لله واقف معاهم، ويعني ده مجهود نقول ايه 30 40 نفر. الصعوبات اللي بتقابلك مع الابطال بتوعنا البنات، هل بتقابلك صعوبات ولا يعني الامور ماشيه ازاي؟ يعني احنا الماتشات ديت انا بجري 16 هناك في صد 6 اكتوبر، وبجري هنا عشان الحق رنا هنا، فالحمد لله يعني نحمد ربنا، وهم البنات كويسين يشتغلوا كل خير. بتمنى لهم ايه ورسالتك ليهم ايه يعني حابه الفتره الجايه في انهي مستوى ان شاء الله؟ ان شاء الله يعملوا اكتر من كده، ويكللنا يعني ان شاء الله مجهودهم بالنجاح، وربنا يوفقهم في كليتهم وفي ناديهم باذن الله. ميرسي جدا ربنا. معانا كمان زوجة الكابتن ايهاب الالفي النهارده، يمكن هو العريس زي ما بنقول، طبعا المدير الفني بنبارك له طبعا وبنبارك لك، مجهود كبير بالنسبه للكابتن ايهاب، عامل توليفه مميزه جدا، وكمان انت حابه تقولي للكابتن ايهاب الالفي؟ اقول له الحمد لله يعني ان ربنا كلل مجهودك، لان التدريب دي مهنه شاقه وصعبه جدا جدا، بتاخد من اعصابه ومن صحته ومننا كمان، احنا يعني منعزلين عنه تماما، وموفرين له كل الوقت ان هو يتفرغ لفرقته، لان هم بنات مش يعني مش اي بنات، هم بنات من الماظ الحقيقه، لان هم كل واحده فيهم اللي في طب واللي في هندسه واللي في كل الجامعات الصعبه، وبرغم كده ربنا يعني بيلتزموا بالتمرين، ومعانا فعلا رجاله، ايهاب حولهم لرجاله حقيقي بجد. وبدعينه ان هو ان شاء الله ربنا يوفقه في كل البطولات السيزون السنه دي، لان فعلا من يتقي الله بيجعله مخرج باذن الله يعني. فانا متوسمه له كل الخير، لان ايهاب في كوتش ممكن يكاتشن بس، وفي كوتش يدرب بس، ايهاب ربنا مديله موهبه انه عنده الاثنين، يكاتشن ويدرب الاثنين في نفس الوقت، وكمان اب فوق كل ده، يعني هو اب مش لينا يعني احنا كاسرته الصغيره، لا هو اب لكل الجهاز اللي ماسكه في النادي الاهلي، من اصغر اولاد صغيرين من السنين الصغيرين لحد الفيرست. بتمنى له التوفيق، وبتمنى لكل بنات النادي الاهلي التوفيق في كل البطولات، وان شاء الله باذن الله يعني يحميهم ويحفظهم من كل الاصابات وكل البنات اللي اتصابت. يعني انا افتقدت جدا سهية، يعني زعلت عشانها جدا، ومكانها طبعا مقصر، وبقيه الاصابات برضو يعني كمان على ما اتذكر ان كابتن بنت اسمها ايه مش فاكره، برضه في عدد كبير من الاصابات الحقيقه اثر علينا طبعا على هزيمتنا النهارده، بس النهارده الهزيمه دي ان شاء الله هتدينا دفعه كبيره للوقت اللي جاي، وان شاء الله باذن الله نوعد الاهلي ان باذن الله كل البطولات تبقى بتاعتنا باذن الله. الف مبروك. كل الشكر طبعا والتقدير لكل اولياء الامور المميزات طبعا واللاعبات المميزات للنادي الاهلي. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد، وتغطيه خاصه هنا ولقاءات مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي ابطال بطوله الدوري المرتبط. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ارض الملعب. الحقيقه في خبر نقوله ان فريق كره السله رجال ايضا فاز مرتبط، والفريق الكبير على نادي سموحه، وتاهل عن اقتدار للدور قبل النهائي لمقابله سبورتنج. طبعا بيقابلوا سبورتنج مباراتين ايضا كبار وصغيرين.
طبعا الوقت مر سريعا يعني، والف الف مبروك سيدات النادي الاهلي الفوز بدوري المرتبط، تاني بطوله تدخل في يومين. بشكر ضيوفي، بشكر كابتن سيد صابر احد نجوم النادي الاهلي السابقين، وطبعا مدير فني النادي الاهلي رجال ومدير فني النادي الاهلي سيدات السابق. شكرا جزيلا لكابتن وتعبناك معانا. انا متشكر جدا واستمتعت جدا بالحوار معاك يا كابتن هيثم، نورتنا يا كابتن. بالتوفيق دايما ان شاء الله النادي الاهلي، ونتمنى نشوف دايما حضرتك في استوديو التحليل كله الباسكت تحت امرك. وبشكر طبعا دكتور اسامه النمر، طبعا احد نجوم النادي الاهلي السابقين، وطبعا رئيس قطاع الناشئات السابق، ويعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا جدا. شكرا جدا يا دكتور، نورتينا وشرفتنا. شكرا ليك يا كابتن اسامه، شكرا. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه. ناخد فاصل بسيط ونرجع نستقبل نجمتنا، نجمات الذهب الكره الطائره اللي فازوا امبارح بالبطوله العربيه. هيكون معانا الكاس، وهيكون معانا طبعا مجموعه من اللاعبات وايضا كابتن حمدي الصافي ومجموعه من الجهاز الفني. انتظرونا عشان نقرب اكتر لهذا الفريق، الفريق اللي من ذهب. فاصل وارجع لحضراتكم.